يا هلا الله اللي هنا يا اخوانا. نعم، احنا عمال التكييف وجايين عشان الصيانة الدورية. ربنا يسهل لك، الفريون 10 على 10، ما عايزينش. مش انت الكبير؟ ايوة. اروح ادور على نفسي. يا مرحب. نورت يا باشا. واحد ايه ونيلة ايه؟ اتصرف بطبيعية، احنا عمال تكييف عاديين، اتصرف بطبيعية. يلا دي تهولات قدامي يا مريح ده. شغال. يلا بنتي هدية، الجماعة وصلوا يا بنت. يا مرحب بالبشوات. بس ايه يا ابويا السياح ده؟ من فرحتنا بيكم يا بيه. مش محسن بيه قال لك ان الموضوع ده سر بينك وبينه بس؟ ازاي تقول لمراتك؟ ما هو قال لك وقال للراجل ده. ما هو طبعا لازم يقول لنا، مش شغالين معاه. تفضح روحك، تصرف بطبيعية. خلاص يا بنت خلاص، دول عمال التكييف يعني تاني يصلحوا التكييف وبيصرفوا بطبيعية. هو فين؟ الجاسوس هناك في الأوضة هناك. طب حد يخرجه بسرعة عشان نعرف نشوف شغلنا. يا توماس. أيوة يا كبير. كنت أقول لك عايزك في موضوع مهم. لا معلش يا كبير، أنا عندي شغل في الأوضة هخلصه وانزل لك على طول. ياد خد ياد، بقول لك ياد، موضوع مهم ياد. حيا وموت. أوكي خد بالك، بيقول لك شغل شغل جواسيس. شوفوا، عايزكم تكشفوا على كل الأوض، شوفوا التكييفات وتصلحوها. تبدأوا بالأوضة دي أوضة توماس. لا يا كبير، أنا التكييف عندي تمام. معلش خلي الناس تشوف شغلها، ولا أنت خايف يلقوا حاجة كده ولا كده؟ أنا بقول لك مفيش حاجة، وبعدين أنا أوضتي بصراحة بايظة ومتبعترة، وكل أوراقي المهمة ومستنداتي مرمية على الأرض، وأنا بصراحة مش عايز أتبوظ أكتر ما هي بايظة، وبعدين أنا لو التكييف بايظ أنا هصلحه على حسابي. وعلى إيه التكاليف؟ على إيه؟ ما الناس ها؟ يا كبير أنا مش عايز حد يخش أوضتي. لا هيخشوا، ولا أنت خايف يمسكوا عليك حاجة؟ خلاص يا كبير، خلاص، سيبه براحته. إذا أنت شايف كده ماشي، شوف، هتعدي على كل الأوض، إلا الأوضة دي. دي بتاعت توماس. ها دي اللي فيها هتلاقي حتى بالأمارة أكرتها معترسة شوي. تمام، احنا هنشوف اللي نفحصها دي وهنظبطها. حاضر، شاكرين يا كبير. ربنا معاكم. هي يا كبير، ايه الموضوع اللي كنت عايزني فيه؟ انا كنت عايزك في موضوع. مش انت منزلني من فوق عشان عايزني في موضوع؟ موضوع الحيوي الموت. ايوه موضوع حيوي. تعال اقعد. لا اقوم من هناك. مكشوفه دي. مكشوفه ايه؟ غريب جدا. في ايه؟ هي الاوضه اللي في الوش دي. شاكرين يا ستي. العفو. ايه تاني؟ خلوا بالكم، اللي يكون داسس حاجه هنا ولا هناك ولا هناك، ده جاسوس خطر. أنا مش عارف أقولك إيه عن المعلومة. ما تروشناش يا ستي. ربنا معاكم ويحميكم لشبابكم ويخليكم لمصر. الله المستجاب يا أمه. ممكن نشوف شغلنا؟ تفضل. يا ريتني كنت معاهم. ها طمني، عامل إيه في أبحاثك المريبة دي والمستندات والحاجات اللي بتعملها فوق دي؟ والله يا كبير شغال فيها بس جد تعبان قوي. الله يقويك. طب ايه الاسئله اللي كنت عايز تسالها لي؟ ولا انت ما حابكش تسالني الا لما اكون في الحمام او باكل؟ لا ما خلاص، كل المعلومات اللي انا عايزها عرفتها. عرفت كيف؟ سالت الناس من اللي شغالين عندك وشويه ملاك من اللي حواليك. موبايلي فين؟ موبايلي فوق، انا هطلع اجيبه واجي لك على طول. اخشى عياد، اقعد، ما نكسرش خوطه الدماغ، كل رناتك طويله ومايصه، اقعد. كبير انا مستني مكالمه من بره. من اسرائيل ها؟ ايه؟ من اصحابك يعني من بره. لا انا مستني مكالمه مهمه من ناس مهمين. اهم مني ياك. لا اسمعني زي. قمت انا عملت ايه عاد؟ جبت التنين قدامي، قلت للاولاني انت حركت له الزرع هو سمم لك البهايم، يبقى خلاص خلصين. قال لا لازم انا اخذ بالتار اقتل له بهايمه، روح قصاد روح. قلت له هذا
والزرع ده ايه؟ ما هو روح يا لوح. قال لي لا ما يتحركش. شوف 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 العقليه. على فكره ناس كثيره بتتلخبط في الموضوع ده، يعني مثلا الطبق ده جماد ما فيهوش روح. الجزمه اسم الله على مقامه ما فيهاش روح. المكوه مش روح. كنزات الحاجه الساقعه مش روح. طرابيزه البلياردو مش روح. القصب مش روح. وقعت في الفخ، وقعت في الفخ. القصب دي ايه؟ ما هو نبات. انت مش مركز معاي، اقول لك من الاول. لا لا خلاص يا كبير، انت مثبتني جنبك بقالك اكتر من تلت ساعه بتتكلم كلام مش فاهم منه كلمه. يا ما تستنى يا هذا كمل الحكايه، العبره في النهايه. لا حكايه ايه؟ طب اقول لك، انا هطلع الحمام واجي لك على طول. استنى يا هذا، انت رايح فين؟ عيني صغيره ما عرفت امسك روحك. اقعد، الموضوع مهم. اقعد يا دعك يا خلاص بقى يا كبير، مش قادر، بطني بتوجعني. تعال يا اقول لك ولد يا خدت، اقول لك يا هو انا هاكلك. تعال ولا ولا ولا. طب المبدأ فيه روح ولا مفهوش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إيه احنا خلاص خلصنا والتكييفات كلها تمام. مسكت عليه حاجة دليل؟ المكتب عندنا هيكلمك ويبلغك بالحساب. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلموا لي على الباشا، على مدير الشركة. مدير الشركة ادخل. تقرير بتاع توماس وصل يا فندم. الو. ايوه يا كبير. احسن بيه، طمني، مسكت الادله؟ الناس ما لقتش حاجه في اوضه توماس ولا على الكمبيوتر بتاعه، والتحريات اللي عندنا بتقول ان نضيف نظافه الزيني بعد غسيله. ايه يعني ايه الكلام ده يا كبير؟ زي ما بقول لك كده، فتشوا اوضته وما لقيوش فيها اي حاجه. يعني توماس ما طلعش جاسوس؟ هو محسن بيه سابها لي عايمه، يعني قال لي احتمال يكون جاسوس بس واخذ احتياطاته، هم يكملوا تحرياتهم. وقال لي كبير خلي عينك عليه، ولو شفت اي حركه كده ولا كده كلمني طوالي. اوه شفت، طلع جاسوس. مالك يا ولي عم تحرك وتفرك عشان تطلع اي جاسوس؟ وخلاص شندلتي بالي، الله يشندلك. محمل عليك مخدره. اقطع ذراعي ان الموضوع ده فيه اني سي توماس. يا سي توماس لا 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 يا سي توماس. ايه انت والفوازير الرخيصه اللي عم تعملها دي؟ صباح الخير يا كبير. صباح الزف. اللي هو فين سي توماس؟ عاوز ليه؟ اصل ده له دواب مهم ضدي، وانا جاي اجيبه له. فيه الدواب ده؟ ما خبرش والله يا كبير، اصل هو يوماتي موصيني اعدي على مكتب البوسطه، واول ما ادي الدواب ده اجيبه له. ده هات الدواب ده. ايوه بس سي توماس موصيني ادي له الدواب ده بنفسي. اكيد ما سمعتش صح. اكيد. ثانيه واحده قولك ده تاني. اقول ايه؟ انا ما قلتش حاجه. قلت ايه ياي؟ والله ما قلت حاجه. لا قلت. والختمه الشريفه ما قلت حاجه. قلت ياي. والله ما قلت حاجه. قلت والله يعني. ما قلت حاجه. يدوم عزك يا ابني وبتعيش وتجيب. انت قلت لي خليك واقف وما تضحك. كنت فين؟ شغلتني عليك. قلت يا دي ايه؟ قفشت الواد هدرت جايب الجواب ده لتوماس، وقال لي انه كان موصيه انه اول ما يجي الجواب ده يجي له طوالي. شفت يا كبير، مش قلت لك؟ قلت لي ايه؟ واحنا اثنين فتحناه ولا شفنا فيه ايه؟ ما دام مسروع عليه كده يبقى الجواب ده مهم قوي، اكيد جاي له من البيت الكبير. البيت الكبير؟ ايوه القياده العليا. تقول لي عليا وسفلى وتعمل لي فيها تيسير فهمي. طب هات الجواب بس الاول نفتحه من غير ما يعرف ونشوف فيه ايه. وحتفتحيه كيف من غير ما يعرف؟ عيب عليك يا كبير. يا بنت اللعيبه. يا دي الخيبه، الجواب كله مكتوب بالانجليزي، مش حنفهمه منه ولا كلمه. وانت فكرك يعني ان اللي مكتوب ده هو الجواب الحقيقي؟ ده يبقى شغلة لمزة، أكيد الكلام اللي جايله مش هنشوفه عادي كده.
امال هنشوفه كيف يا كرومبو؟ عن طريق نظارات الثري دي؟ ده اكيد مكتوب بالحبر السري. بوه وده هنقروه كيف؟ بسيطه، هات شيل البراد. شيل البراد؟ ايه يا تيرا تعمل ايه؟ انا بس حشمم الجواب النار قوم الحبر السري يظهر على طول. يا كبير ما حد عرف. لا انت فتحت الجواب، انا اللي حشمم النار. صح. فكرك لو شممت النار الكلام اللي هيظهر هيظهر بالعربي ولا بالانجليزي برضك؟ ما هتفرقش يا كبير، ما هو لو فيه كلام بان يبقى اكيد جاسوس. بقره بقره. بسم الله. خلي بالك ما فيش حاجه بتظهر، قرب شوي. خلي بالك يا كبير. ما تخافيش ما تخافيش، شميم النار دي حرفه، ده غير انه يتطلب سنس. ايه اللي عملته ده يا كبير؟ غصب عني انسان يعني. طب هنعمل ايه دلوق؟ اسمع يا وليه، كيف ما حركت الجواب صالحي غلطتك، فاضي انه شغل النسوان دي. ميكي بالعربي يا معلم مريبة موت، تصدق دونالد داك مسمينه بطوط؟ ايه ده؟ وضرب بوم وتراخ وطاخ. خلاص يا جوني لو مش عاجبك ما تقراهاش. لا لا انا يعني هبطل اقرا الكلام، اتفرج على الصور هفهم الستوري. ايه الفرق ده كله؟ ما تطلع تشتغل فوق في الاوضه. لا مش هينفع، السيجنال فوق وحشه جدا، هنا احسن بكتير. يا توماس. ايوه هديه. فيه جواب جالك كده وانا حطيته لك في الترابيزه اللي وراك دي. ايه ده بجد؟ ده من السي اف اي يا معلم. بجد؟ السي اي اي. ايه ده؟ هو الجواب محروق كده ليه؟ اكيد من الحر يا معلم. ايه ده يعني يتحرق الجواب من النص ومحطوط في ظرف، الظرف ما يتحرقش؟ سو وات؟ فين المعجزة في الموضوع؟ جواب اتحرق كله جوه ظرف ما حصلوش حاجة، فين المعجزة؟ فين الغريب في الموضوع؟ مش فاهمك. طب خلاص اوكي، أنا أعمل إيه بقى دلوقتي؟ اقرا الظروف يا معلم وكده تفهم حاجة يعني، ما تأفورش. أوه ده الدكتور بتاعي عايزني أبعت له المعلومات والصور اللي أنا جمعتها عشان أحطها في الفايل بتاعي وبسرعة جدا. بسرعة ليه؟ انت استحالة تقدر تجمع المطلوب منك. انا هضغط على نفسي اليومين دول، واضح ان احنا دخلنا في مرحلة الجد. يا كبير يا كبير. ايه؟ شكي طلع في محله، توماس بيشتغل مع المخابرات الامريكاني. المخابرات الامريكاني؟ عرفت منين؟ سمعت بوداني وهو بيقول ان الجواب ده جاله من السي اي اي، والسي اي اي هذه ترجمتها المخابرات الامريكاني. انت متاكده يا بنت ان هي دي الترجمه الحرفيه؟ الا متاكده يا كبير، ده كل الممثلين الامريكان بتوع الاكشن شغالين فيه. يا وقع مربربه. وفي حاجه كمان يا كبير. ايه؟ اخوك جوني بيشتغل مع توماس. كيف يعني؟ توماس كان بيقول له لازم نبعت الصور والمعلومات، فجوني قال له مش هنلحق وان الموضوع دخل في الجد. لا 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 يا هديه، لا يمكن جوني ولد امي وابوي يخون بلدي واصل، اكيد في نوع من انواع المسكومينيكيشن. اهدى يا كبير، اكيد المغريات كانت اقوى منه. مغريات ايه؟ وايه اللي كان ناقصه؟ فلوسه معاه، صحه وعنده. بالاكبر ولسه جايب الليتست، اخر برد لسه جايبه. ناقصك ايه تاني يا جوني عشان تخون بلدك؟ مش وقت الكلام ده دلوق يا كبير، احنا لازم نبلغ محسن بيه. هتعمل ايه يا كبير؟ اكلم محسن بيه. لا ما تكلمهوش من هنا، لا يكونوا زارعين ميكروفونات ولا حاجه. كلمه من تحت يا كبير. بقول لك ايه يا كبير، وانت نازل تكلم الدليفري بقول له يجيب لنا ملك تشيك. ايوه يا كبير. ايوه يا محسن بيه، الواد طلع بيكلم السي اي اي. سي اي اي؟ دول عاوزين يجيب لهم كل التصاوير والمعلومات في اسرع وقت. انت متاكد يا كبير من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اللي متاكد بقول ايه؟ انا بقول ادخل عليه انا وثلاث اربع رجاله صحتهم مليحه، ننتعوه الالقى تمام وانفخولك وعلقهولك
وانت تاجي تاخد على الجاهز يخرج لك بكل حاجه. تنفخ مين وتعلق مين يا مجنون انت؟ انا قلت يعني ارد جزء من جميل مصر عليه واحط البصمه بتاعتي. لا ما تتصرفش من دماغك، احنا لسه بنعمل تحرياتنا وبعدين رجالتنا كلها حواليك. ما تقلقش يا كبير، احنا في ظهرك. طيب سؤال، يعني هي كلمه السر لساتها زي ما هي ولا تغيرت؟ ايوه لسه زي ما هي. اروح ادور اروح ادور اروح ادور على نفسي. سلام عليكم. سلام عليكم يا غالي يا ابن الغالي. سلام. اروح ادور اروح ادور اروح ادور على نفسي. اروح ادور اروح ادور اروح ادور على نفسي. فزاح. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. ايه النور ده؟ يسعد مساك يا كبير. يسعد مساك يا دي فزاح. يقطعني. يسعد مساك يا فزاح باشا. مشتي معاوزت جنابك مني يا حاجه. امرني يا كبير. الامر لله وحده. انت ما عرفتش قد ايه كبرت في نظري. ربنا يخليك. ابقى سلم لي على محسن بيه. محسن بيه مين؟ فزاح. اللعبه كلها معموله على يدي انا الكبير. سركم كبير ما تخافش. يلا 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 عشان ما نصيروش شكوك. روح كمل دور الغفير اللي عم تلعبه معايا بقالك سنين. والله يا قنعتني. يلا يلا. طيب فزاع. ايه امر جنابك. نفسي اصل ايه حسب. مصر امانه في رقبتك يا فزاع. عمار يا مصر. طيب روح ادور روح ادور اروح ادور على نفسي. طمني ايه الاخبار؟ مالك يا كبير؟ انت بتبكي؟ دموع الفرحة. طب فرحني معاك. فزاع. ماله؟ طلع ضابط في المخابرات المصرية. فزاع؟ زي ما بقول لك كده. وأنا في الجنينة بكلم محسن بيه في التلفون. قال لي ما تخافش يا كبير. رجالتنا حواليك في كل حتة. وأول ما قفلت معاه المكالمة لقيت فزاع بيقول لي كلمة السر. بتتكلم جد يا كبير؟ وانا اللي كنت بهزك فيه واطخ كل كف والتاني بايدي اللي عايز اقطع هدي. قلت لك ايه؟ نقيب ولا رائد؟ ممكن ما يطلعش اسمه فزاع من اساسه، ممكن يبقى مدحت ولا رؤوف. وانا قلت لك يا كبير الموضوع مش سهل وراه انه، وها الحكومه عارفه كل حاجه ومرشقه رجالتها في كل حته في البلد. اسمع يا هدي، ما عاوزكيش تلتي وتعجني في الموضوع ده مع اي احد. تعاملي مع فزاع كانه غفير عادي عندنا. الموضوع المرة دي كبير، مالها أعصابي. طب ريح يا كبير ريح. أنا أروح أغير خلقاتي وأخذ شاور وأكوى على أيوة كنبة. Thank you.
اشرب خا حيكون بصيدك. توف توف بتعمل ايه هذا انت وهو عندي؟ عرفتوه يا كبير؟ ابدا احنا قاعدين بنجسس شويه. مهملين المذاكره وقاعدين عم تتجسسوا؟ قوم يا انت وهو بدل ما ابلغ عنيكم. يوهو هو الواحد ما يقدرش يجسس شويه في البيت ده ولا ايه؟ يا بجاحتك. طب انا هتدلالك يا ري يا ابن الجاسوسه. فاطمه ليزك جاسوس 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 جاسوس. يا انا ما جاسوسش، انا ما جمعاش، انا ما جمعاش. بتحب مصر قد ايه؟ قد ما انت بتحب اسرائيل. امال بتتعاون معانا ليه؟ عشان انت قلتوا لي ان ده فيه مصلحه لمصر. المنجايه فيها كام بذره؟ فيها بذرايه واحده وقدك ده هتير. انت تقصد الطماطم؟ اوكي سوري. الطماطمايه فيها كام بذره؟ هات لي حبايه وانا اعدهم لك، مش هتسلك معاي. اوكي. ايه قيمه الحيره؟ ان يحطوك في اوضه مدوره ويقول لك فك زنقتك في الركنه. وايه قيمه العجب؟ انك تلقى الركنه وتلقى حد تاني بيفك زنقته فيه. نمله، خرتيت، حمار محبوسين جوا اوضه، والمفتاح من بره يطلعوا ازاي؟ الخرتيت يكسر الباب. غلط. النمله تطلع من تحت عاب الباب تفتح لهم من بره. ما هو ده كان رأي الحمار. كبير مبروك علينا انت. من المخابرات المصرية إلى أعزائنا في المخابرات الإسرائيلية، نشكركم على حسن تعاونكم معنا طوال الخمس سنوات الماضية، وما نجلكوش في حاجة وحشة. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. أخونا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا كبير يا كبير، سنينك. أنا قمت من النوم عشان أشرب، نزلت تحت لقيت الواد توماس قاعد على الكمبيوتر بيربط مع واحد خواجه بالإنجليزي. وقعتك مربربة. We are very proud of your work. Thanks, Doc. It would be nothing without your help. Don't say that. Are you done with your assignment? Not yet, but I finished all the photography we need. Remember, Tom, you have to finish and send me all the stuff by the end of this week. Sure, Doc. I won't sleep today without finishing the graph. Great. God bless you. I am sure you're going to get an A with your project. Whoa, 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 whoa. قفشتك. قفشتك يا خاين. عم تتجسس قديه عين عينك في الفسحاية. يا بجاحتك. في ايه يا كبير بس في ايه؟ Tom, what's happening? ومين بسلامته؟ الخواجة صروف ولا سوسو ليفي؟ مين دول؟ ده الدكتور بتاعي. دكتور؟ لا مؤاخذة يا دكتور، لا مؤاخذة لو دخلت عليكم في وسط الكشف. وانت يا حبيبي بتعاني من ايه؟ الضغط عالي عنديك ولا جالك حمو النيل؟ توماس، are you okay؟ توم قول للراجل ده يخرس ويتسمر مكانه، ولو اتحرك حركة حفض البندق دي في صدرك. ايه يا كبير، هو الموضوع بجد ولا ايه؟ وانا من ميتة بهزر معاك، قول له. حاضر دكتور هارفرد، please don't go away. He'll kill me if you do so. Who's this man? And what is this all about? I don't know. بيقول بتطلب تقول انت هو. انا قلت له يعني يقعد زي ما انت قلت لي بالظبط. بس كبير، هو انا عملت حاجه غلط؟ يعني ما اعرفش عملت ايه يا خاين. خاين؟ خاين ايه؟ والله ما عملت حاجه. خلاص بالتهديه. ايه شوفي فزاع باشا فين، وهات التليفون عشان اكلم محسن بيه يمسكهم هم متلبسين. حاضر يا كبير. مين محسن ده؟ محسن باشا، محسن بيه، محسن ده سيدك. طب حاضر ما تزعلش نفسك. مين سيدي محسن بيه ده؟ هتعرف وحياتك عندي هتعرف.
قوم يا فزيع. كلمت الواد فزاع بت فزاع باشا؟ كلمت، موبايله مقفول، تلقاه في مأمورية ولا حاجة. ربنا يوفقه ويحميه. طب أنا مش عايز أعرف أنا عملت إيه، أنا عايز بق مية، هموت من العطس. حاضر يا أسير، هنكرمك ونشربك مية، وهو ده الفرق بيناتنا وبيناتكم يا ولاد العم. ها يا ولاد العم، إحنا مين وإنتوا مين يا كبير؟ توماس، it's way too much. I don't care what's happening with this crazy man. اقعد برطم يا خواجه، اقعد برطم، ما انت دقيقتين وحياتي ياخذك الانتربول. I have to go. I have a meeting now. No. Doc, please. عايز يمشي على فكره. قول له يستنى 10 اور، خمس دقائق يعني ولا حاجه. اوكي. Doc, please. 5 more minutes. Please. باعك ها؟ باعك السنتي. مع الخيانه في دمكم. جينات، هي بتبقى جينات. منكم لله. جبت رجل اخويا جوني لهبل معاكم، خليتوه يخون بلده. جوني؟ جوني ماله من الموضوع ده اصلا؟ اعملهم علي يا اخوي، اعملهم. وعدت تكون فاكر ان حركات الجواسيس دي هتخيل علي؟ لا، ده اني خابرك من اول يوم شفتك فيه. وما ارتاحش غير لما الف حبل المشنقه حول رقبتك. يا كبير انا مش فاهم منك ولا كلمه. ابوس ايدك بقى، اكلم سيدي محسن بيدك، خلينا نخلص. ارمي السلاح اللي في ايدك ده بسرعه. الله يخرب بيتك، ايه اللي انت بتعببه ده؟ بخاف سمحتم بيه وانا تخوى لايدي حركات بس. قلت لك ارمي السلاح اللي في ايدك ده بسرعه. وبعدين ايه اللي انت ماسكاه ده يا مدام؟ مقروطه؟ لا ده مسدس حريمي عليه نكته التنين. انا وبلا فخر قبضت لك عليه متلبس، هو وراس الافعى هتلقاه هنا في الويب كام. فكوا يا نادين، انت متنح ليه يا نادين؟ بقول لك فكوا، مش عايزين مشاكل. ربنا ما يجيبش مشاكل يا باشا، ما خلاص التعلب وهوقع. طب ما تاخدوه كده ليزوغ. متشكر جدا يا فندم، انا كنت هموت. المهم انك كويس تقريبا. انا بعتذر لك بالنيابه عن المخابرات المصريه. كيف يا محسن بيت اعتذر له؟ ده مذنب ويستحق جزاه. ايه ده، ومحسن بيطلع معاهم ولا ايه؟ بس يا تصرفت من دماغك يا كبير، ودي غلطه. كنت ممكن تموت الراجل ده وتودينا كلنا في داهيه. انا قلت لك قبل كده الراجل ده طلع نضيف وما عليهوش اي حاجه، وجيت هنا عشان الحاج. نضيف ايه؟ ده بيعمل ابحاث على السي اي اي. سي اف اي. سي اف اي. شايف البجاحه؟ شايف؟ والله انت ليك طله وكاريزما، اعترف. ها طله ايه ونيله ايه؟ بيقول لك سي ايه؟ سي اف اي. سي اف اي دي ايه دي؟ دبلومه في المحاسبه. طلعت دبلومه. طيب بما تفسر الصور اللي كنت بتصورها؟ بصور الناس في اوضاع مريبه ويصور اماكن غريبه. اماكن غريبه ايه ومريبه ايه؟ الحاجات دي كلها استعملتها في البحث، والبحث ده كان لازم اسلمه عشان اخد الشهاده. طيب يعني بتذاكر يعني؟ ما تقول لي، قول لي انا بذاكر. كنت اعمل لك بايديا دول سندوتشين حلاوه، ولا خلي البنت هديه تعمل لك شاي بربري. انا قلت لك يا كبير، قلت لك ان انا بعمل بحث على علاقه راس المال بين المؤسسه والفرد. خلاص يا جماعه خلاص، انتوا اهل وعايشين في بيت واحد. يا كبير أمرني. انت لازم تعتذر للاخ توماس، ودلوقتي تعتذر لتوماس وهو يقبل اعتذارك. الراجل ده لو راح السفاره هيبقى فيه مشاكل كبيره قوي، وهيبقى موقفك كمان وحش. ولازم دلوقتي يعني عشان خاطري. اذا كان ولا بد يعني اسف. خلاص اعتذرت. بس انت بهدلتني قوي يا كبير. ما خلاص يا انت هتسوق فيها. انت مش زعلان يا توماس؟ يا فندم مش زعلان. مش زعلان. وانت يا كبير تاني مره ما تتصرفش من دماغك. وانا عملت كده ليه؟ ما النيه ايه؟ قلبي وكلني على البلد. انا عارف يا كبير، ودلوقتي فوتوكوا بعافيه. وحد يقول للراجل ده يصحى ويقوم يروح. يروح يروح. السلام عليكم. محسن بيه. أموري. الجماعة. في حاجة؟ لو ما كانش فيها رزالة يعني، ممكن ناخد صورة مع حضرتك؟ لا لا أنا ما بتصورش. أمانة أمانة، حن عليك، ناخد صورة واحدة للفيسبوك. أنا مش ممكن أظهر على الفيسبوك. ليه ده؟ إحنا ليمتد بروفايل، ما حد حيشوف حاجة يعني، إحنا بس والدوار. حن عليك.
تمام مفيش مشكلة. امسك امسك يا امسك يا توماس امسك. خد الموبايل ده صورة، شيل الزبالة بتاعتك دي شيل. سلام. آه معلش يا أستاذ نادين، ها هنصور الصورة دي وبعدين أنتوا تصوروا معانا. أنا هنصور فين؟ تعالى يا أستاذ. ضموا بقى على بعض شوية. امسك يا بنت. ايه يا جوني؟ كنت فين يا ابني كل ده؟ بقالك 3 ساعات قافل موبايلك. انت كنت بتعمل ايه؟ مفيش، زهقان جدي. هو ايه اللي انت كنت راكبه ده؟ ده زعتر، لقيته قاعد في الزريبه زهقان، قلت اسليه ويسليني، ركبته. بصراحه يا جوني يعني انا مش فاهم انت زهقان من ايه؟ هو مفيش حاجه بنعملها يا توماس، مفيش اي حاجه بنعملها، كل يوم زي اللي قبله، الدوار، الكبير، الغيط، انت بعرفك ده. ولا في مكان بنسهر فيه بالليل، ولا في كافيه نشرب فيه حاجه الصبح. انت اللي عامل في نفسك كده، ولعلمك بقى زعتر ده هو اللي مزهقك. انت بالليل يا معلم تسيب لي نفسك وانا بيوتنا عشان ننام. ايه على فين؟ كل واحد يطلع جنيه حق الشاي، المجاني ده للعمده وصاحبه سيبوطس. جرايه يا قرش، انت هتدفعنا ثمن الشاي اللي شربناه في بيتك ولا ايه؟ ما انت منجعز في التكيه واكل وشرب وغناوي، ايه كل ده ببلاش؟ خلاص يا ابو عم وما توقفش عروقك علينا، لا طق لك واحد امال، ادي 3 جنيه حق الشاي اللي طفحت انا واهلي ومامضه ومعاهم نص جنيه تبسي كمان. سلام عليكم. يلا يا رجاله انا استنكم بكره عاد، ما تتاخروش. عزيز وادي يا عبد عزيز. قوم يا سيزيزو. بلا مؤاخذة يا كبير، كنت مكوعك ده. اجيب لك بطانية يا حبيبي. يا ريت يا كبير. قوم يا جحش يا ابن ال... اهدى الواد كأنه عنده هانج اوفر. يا فزاع، انت يا فزاع. امر جنابك. يا ركوب يا كبير، انا ارد اشم النسيم. ليه 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 يا كبير، ده لسه قدامه حبتين كانه الكريسماس. كنت جنابك احتفلت بيه. ده لسه برضك يا كبير. ما العيد ايه النهارده؟ عيد العمال، عيد تحرير سينا، ولا اي عيد واصل يا سيد الناس. النهارده الاربع، ما هو ايش ميك اند يعني؟ الاربع يا كبير. امال ليه يا جالوس الطين؟ الغيط كلها فاضي، 4 تنفال عم تشتغل بس، فين الناس؟ انا مش حاطك هنا عشان تدير الشغل، فين الناس؟ يمين بالله كنت جاي اقول لجنابك على الموضوع ده يا كبير. الناس هدي لها يومين مع الجيش، واللي حياجي كانه ما جاش. فانا يعني طقست وشمشمت ورا الموضوع ده، وعرفت ان جولي بيه هيجمع الناس نواحي بيت حبيب القرش، وحيولعوا نار وحيشغلوا مزازيك، وهيقعدوا يعني استغفر الله العظيم يترقصوا من وش الصبح. يترقصوا؟ ايوه كبير. استغفر الله العظيم يا رب، والله ما حد هدي بالبلد ورا غير جولي ده. اسمع يا فنسها، امر جنابك. يترقصوا لوش الصبح يا كبير. لا اله الا الله. اكشلي انا معاهم هنا. في محضر ازعاج متقدم في الناس اللي بتتجمع في الارض دي. مين اللي مقدم البلاغ دي؟ اظن باين جدي. مين اللي مقدم البلاغ ده ولا ايه يا فيزو؟ على العموم انا مش هتاخذ اي اجراء قانوني دلوقتي، بس ده عشان خاطرك يا عمده. ثانك يو. ويا ريت بلاش تجمهر ومزيكا عاليه، لان ده مش قانوني. دن. السلام عليكم. عليكم السلام. Love you bro sometimes. الكبير المرة دي هو اللي بيضرب تحت الحزام. اوه يضرب زي ما يضرب. مش الضابط قالك اللي بيعمله ده مش قانوني؟ سو انا هخليه قانوني. ازاي يعني؟ شاركي. ايوه يا سي جون. عاوزك في حوار فتيق. فالو. يا سي جوني.
عملنا فلوس كويسه النهارده. ايوه عاجبك كده يا ابوي؟ عاجبك؟ قعدت تقول لي اخوك وما اخوكش، ادي خربها علينا كلنا وضيع فلوسك وارضك على الرقص والمسخره ابن العبيطه. الله يرحمك ويسامحك. وانا بكلم مين من اساسه؟ بكلم مين؟ ما انت لو عايز كان زمانك مضيط معاه ومش بعيد تكون ماسك له دي جي. واه انت بتكلم نفسك يا كبير؟ اعمل ايه يا هديه؟ ما انا ما بقليش حد اتكلم معاه غير نفسي. جوني مسخه على الاخر. طول الليل الناس تزيط معاه وترقص وتتلوى وتجد افضل عندي في الشغل، بيبقوا خلصانين وما قادرين يصلوا طولهم. طب ما تعمل كيف ما بيعمل. كيف يعني؟ حاربه بنفس السلاح. باه اجيب له الشور روسي وحاربه بيه؟ ما قصديش، انا قصدي دوقه من نفس الكاس اللي بيسقيه للناس. ما تنجزي يا شريهان، انجزي. عم تقولي لي فوازير وحوازير، ما تخلصي، هذاك كلمة محددة قوليها، ما حدك شنكتمي. مش هو بيسهرهم عنديه وبيتعبهم طول الليل؟ أنت تعبهم طول النهار، اكده مش هيروحوا عنديه. أنت هدية أنت؟ ده أنت هزية. منهوب أراضيك أهلك وناسك دول أطيب ما فيكي، عايشين في قهر وظلم متحملين بلاويكي، وحميكي حراميكي وكبيرك خطيك. دايس عالبلد قالب عليها وطيها، يخفنا منا الولد، يخفنا منا الولد. الونا ايه جو مسلسل الوصية ده؟ طب الراجل منافسي مني وقصدني انا، انتوا الناس العادية ذنبكوا ايه؟ عشان احنا غلابة يا مستر جوني، ملناش كبير. احنا اتنفخنا يا مستر جوني، عادله اتنفخ يا مستر جوني. كام داون كام داون، هات له خروب راجل منفوخ. على فكرة بقى دي حاجة غير آدمية، فين قانون العمل؟ فين قانون قانون ايه؟ ايه قانون العمل؟ انت بتفتي، هو وقت مالي بتبدو اي كلام؟ راجل منفوخ يعني. هات له تمر هندي، هات له تمر هندي. على فكرة قانون العمل ده معروف دوليا، العامل بيشتغل 8 ساعات في اليوم وليه 2 بريك، لانش بريك وكافي بريك، معروف. بس تفتكر لو انا قلت حاجه زي كده للكبير هيوافق يعملها؟ كمان انت العمده، انت ناسي ولا ايه؟ ايه ده يعني؟ انا ممكن يعني اقول الحكايه دي وتتطبق فعلا؟ مشهور. طب والله حكايه العموديه دي جميله، يعني تقول الحاجات والناس تطبق، ولا ما يطبقش تنفخه. خلاص هات له تمر تمر تمر. قوم يا دعر انت وهو يا ما كفاياكم الزفت الراحة دي. واه بقى 4 دقايق يا كبير. يا كبير يا كبير، بقول لك ايه يا كبير؟ ان النهارده انا واخد 10 ايام اجازة مصيف، وخلي بالك الاجازة دي مدفوعة الاجر كمان. هتصيف؟ من متى بتصيف يا سيزيزو؟ ما انت طول عمرك بتصيف في الترعة وتشتي فوق الفرن. يعني أنا قلت أقضي لي يومين أنا والجيرل فريند بتاعتي في الساحل الشمالي أو في السخنة. إيه دي اللي سخنة يا ملسوع؟ على العموم أنا مش جاي أستأذنك، أنا جاي أبلغك. لا والله فيك الخير.
فيك الخير يا بو. قوم يا انت هو هاد، قوم الشغل انت هو هاد فزاع. املك يا كبير. ايه الوقعه البربربه اللي بقينا فيها دي؟ العيال الفعلي تقول الواحد منهم قوم الشغل، كنا شغال في الابوار، يقول لك عندي لانش بريك، عندي كوفي بريك، عندي روبراب بريك، حنهزله. طيب هنعمل ايه يا كبير؟ جلبك هتهملهم كده ولا ايه؟ اعمل ايه يا فزاع؟ من ساعة ملتنا معلقة اللائحة دي وانا معرفش اعمل حاجة. منه لله العين الاصفر، هيج علينا الحكومة. امانة الله يا كبير، هو برضك ماشي في السليم وكله بالجنون. يعني جلبك ما تقدرش تتحدد معاه لا في جنون العمل ولا حتى في التسكو، بعد ما يشارك حبيبي القرش في البيت والارض وطلع التصاريح كلاتها. حبيبي القرش، اسمع يا فزاع، امن جنابك، عاوزك تروح لحبيب القرش وتقول له كبير عاوزك ضروري في الدوار. امن جنابك، تعال هنا. ايه اللي في المجده؟ دهلته كراميله، كوفي بريك، كوفي بريك، كوفي بريك يا ملدوع، كوفي بريك. وقف المزيكا دي انت وهو يا وقف المزيكا. برو، اخيرا قررت تيجي تتبسط معانا وتشاركنا. يلا يا انت وهو يا كل روح على بيته. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، هي بلطجه ولا ايه؟ انا برضك بتاع بلطجه، كله بالقانون يا ولد ابوي. فزاع، امر جنابك، اديهم الورق. تفضل. ايه يا فزاع ده؟ انت مش كنت بترقص هنا امبارح؟ انت بوشين يا ابني؟ يرد عليك ما تسيحش قدامه. مش فاهم حاجة، كله مكتوب بالعربي. اديه للفزلوك اللي جنبك ده. مش ده بتاع القانون؟ خليه يقرا لك ويقول لك في خد. يا نهار اسود، ايه في ايه؟ خيانة يا جوني، خيانة. انجز انجز، في ايه؟ حبيبي القرش عملها. طب عادي، سو وات، ما انا بعملها وانت بتعملها والكبير اكيد بيعملها. لا مش قصدي، حبيبي القرش عملها وباع بيته للكبير. او ماي جاد، طلع بوشين؟ طلع بوشين هو كمان؟ اظنك عرفت دلوك ان ليا في المطرح ده قد اللي ليك وزياده شويه. طب انت يعني ناوي تعمل ايه يعني؟ اول هام انا كيف الفريق؟ محب الشريك، حفظ الشراكة اللي بيني وبينك. تاني هام أني هقلب المطرح ده زريبة، لأن الزرايب قليلة والبهايم كثيرة، وحسب الورق اللي في يد الفرخ الشمرطة اللي جنبك دي أنا لي حق الإدارة وتغيير النشاط. يلا يا ابن هنا يا عزيز، نروق المكان. يلا استنوا استنوا، مش هشوف نظرة الانكسار دي في عينيكو. هدرس هدرس هدرس، بابا لوك ات مي لوك ات مي، مش هشوف نظرة الانكسار دي في عينك. بيه ما تشربش خروب، كفاية انشف. يا جماعة الانبساط عمره ما كان بالمكان، طول عمره بالإنسان، وإحنا زي ما عملنا المكان ده نعمل 100 مكان تاني. بس خلصت المحاضرة، خدوا عندكم قانون العمل الجديد بتاع الكبير. ساعات العمل تبدأ من 6 صباحا، اللي حيجي في معاده حديه من عندي 20 جنيه، ولا يقعد ساعة بعد ساعات العمل إضافية 20 جنيه. أما حد اللي حيتأخر فما يجيش من أساسه أحسن له، لأني ما أحسبش اليوم ده من أساسه. أما اللي هيجي قبل ساعات العمل بساعة، ليه عندي مفاجأة جامدة جدي. بس يا ترى كيف حنصحوا بدري ونيجوا بدري؟ لازم ننامو بدري. توماس توماس، الناس كلها طلعت بوشين يا توماس، كل الناس طلعت بوشين. مش مصدق. بقول لك ايه يا توماس، انت انا برضك ما يخلصنيش يعني قطع العيش،
عاوز يأجرك انت والربراب اللي وراك العدة والاسطوانات والبنبو والحاجات دي. هتعمل بينا ايه؟ انت مش عايز تقلي المكان ده زريبة؟ انا سمعت يعني انك لما تسمع البهيمة مزيكا زينة تقوم تدر لبن اكتر وتجيب زبدة كواليتي عالية يعني. شفت الاعلان اللي بيجي في التلفزيون دي بتاع البقرة النيوزيلندية المربربة دي اللي شكلها روش دي اللي عندها الجرس هنا؟ طب والله نايس ايديا. على فكرة انا معاك يا كبير، ولعلمك بقى هعمل لك حتة بلاي ليست مدرة للبن. انت كمان طلعت بوشين؟ انت كمان طلعت بوشين؟ لا 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 انا مش مصدق نفسي. هدرس! ايوه سيدوني. هات لي كاس خروب. كان بودي يا سيدوني، اصلا انا هنام بدري. امشي امشي وانت كمان. اوكي تعيش وتاخد غيرها يا ولد ابوي. على راي المثل الشعبي، ماني توك بولشيت ووك. تعال يا امل، تعالي ما تخافيش. اسمك أمنة مش كده؟ خدمتك يا ست الهان. حلو اسم أمنة. البتاع ده يا معلم جامد جدي. اسمه ايه ده؟ هيدرس قال لي ان اسمه تين تشوكي. تين؟ تين؟ استنى استنى، احنا كنا حاجة نفس الفصيلة بس كان اسمه تين بيومي تين بسيوني. اسمه تين بشرومي. اكزاكتلي بشرومي. الفصيلة دي كلها حلوة باين عليها، بس عارف ده طعمه أحلى بالرغم ان في حصى بيخش في السنان زي الجوافه، بس ربنا ما بيديش كل حاجه. بقول لك ايه، هات هات الريموت من عند رجليك. ايه؟ انت هتستعبط؟ انت سمعتني كويس، هات الريموت من عند رجليك. جوني انا مش قادر. انت بقيت ليزي كده ازاي؟ يا ابني انت لو اتشقلبت هجيبه ده عند رجلك اهو اهو. طب خلاص، ما دام الموضوع سهل كده اتفضل انت قوم هاته. تعال معايا. طب بص، سي ان في ناموسه رصتك في رجلك، هتروح تهرش؟ بدل ما تهرش هات الريموت. جوني انا تعبان. أشلي! أشلي! أيبود وسماعات! طب توماس توماس آخر حاجة، ممكن لو سمحت بس تديني المخدة اللي عند رجلك برضو علشان أرميها على أشلي فهتجيب لي الريموت فأقدر أغير. جوني فكك مني، أنا عايز أستريح. ده أنت الشاب التقيل. استريحت؟ انا مش ايه، انا مش انا الفيلم ده عجبني، انت مش عاجبك قوم انت بقى هات الريموت. ايه ده؟ ايه في ايه؟ ماما مسافره الصين عندها ميتنج هناك. طب وايه المشكله؟ ما تخلي الست تفرفش يعني، تجيب موبايل تقليد حاجات مضروبه ولعات. مش دي المشكله اصلا، المشكله في سوق. سوق اختكم مالها؟ مش هينفع تسافر معاها طبعا، وهتجيبها على هنا. ايه ايه ده بجد؟ دي سوق جايه على هنا؟ ايه القرف ده؟ ايه على هنا فين يا جماعه؟ ما تخلوها تتنقل تقعد عند اي حد من قرايبكم في امريكا. مش هينفع يا جوني، انا خالتي بتطلق ومرات عمي بتولد والولد عنده مشاكل في ايديه على فكره اصلا مام حجزت لها وجايه كده كده. او ماي جاد. بصراحه يا جماعه انتوا يعني بسخافتكم وتقلكم ده ما تجوش حاجه فيها، دي تقيله جدي. هتتنقل تقعد هنا قد ايه؟ 2 ويكس. وجايه امتى؟ بعد بكره الساعه 10 الصبح. ده هيبقوا اسبوعين يعني. بقولك يا معلم ازحني الاسبوعين دول شغل، شقيني 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 طين يا معلم، رايح جاي بيه، عايز اجي تعبان انام على طول ما تفقاش. اوكي اوكي. هات الريموت بقى عشان نغير القناه. لما يكون عندكم فراخ ملوخيه نجي. فزاع انت يا ده، فزاع راح فين الواد ده؟ اصل فزاع يا كبير راح مع توماس واشلي المحطه عشان يستلقوا اختهم الصغيره. كان بيت ابوهم يعزموا فيه الناس وياخذوا فزيعه معاهم كمان. معلش يا كبير، دي ضيفه بردك واكرام الضيف واجب. على قولتك ليها عندنا ايه غير ماكلتها ونومتها؟ يلا كلها يومين وتمشي. تعالي استنى بينهم جوما هم. تعالي يا سود خلي. تفضلي يا حبيبتي. ايه المكان المقرف اللي انتوا قاعدين فيه ده؟ بعدين الشنط بتاعتي ما جاتش ليه لحد دلوقتي؟ انت يا بني ادم. ايوه. ايه ساعه قبل ما تجيب الشنط من العربيه؟ معلش اصل
كانت تقيله قوي وكنت يعني بلايح ضهري حبتين. طب مشغلينك عندهم ليه ما دام انت تعبان ومش قادر كده؟ الله يسامحك، امر الله. ايه الهمجيه دي؟ الشنطه فيها حاجات ممكن تتكسر، يعني انت مش المفروض ترميها بالغباء ده، فاهم؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت بتقول ايه؟ ما بيقولش حاجه يا سو. يلا يا فزاع امشي انت. انت بتتكلم ليه دلوقتي؟ حد وجه لك كلام؟ انت غريب قوي، بعدين يمشي كده ويروح على فين؟ ايه انا هطلع الشنط دي لوحدي؟ يلا طلع الشنط على اوضتي ولا تعبان؟ معلش يا فزاع، اصل سو اختي نرفوزه شويه. لا مفيش مشكله، حصل خير عندنا زي كده. يلا انتوا هترخوا، طلع الحاجه على اوضتي. اوضتك دي اللي هي فيا. طلع الحاجة على اوضتي انا يا فزاع. امرك يا ست اشلي. وانت هتنامي فين؟ يعني هنام فين يعني يا سو؟ اشلي معاك في الاوضه طبعا. معايا في الاوضه ازاي؟ ما انت عارفه ان انا ما بحبش حد ينام معايا في اوضه واحده. حد مين يا حبيبتي؟ دي اختك، وبعدين دي اوضتها شرحه وبرحه وترد الروح. ايه دي؟ دي هديه مرات اخو جوني. وات ايفر، المهم انت دلوقتي هتنامي فين؟ يا سو يا حبيبتي كده مفيش حته انام فيها. مش مشكلتي، دي مشكلتك انتي، اتصرفي، نامي في اي حته تانيه، ما انتي عارفه اللي انا جايه. انت عارف اوضتها فين؟ عارف. طب يلا تعالى ورايا. امر طفولتك. ايه البت اللي معقربه دي؟ لا ريلي في حاجه غلط يا معلم، في حاجه غلط. جوني انا تعبان قوي على فكره، انا عندي سخونيه وعندي دوخه وعندي قيء. كفايه عرف، بليز بليز بلاش الفاظ، بلاش. انا عارف انك عيان خلاص، وانا زيك برضو. واشلي كمان من ساعه ما رجعت من بره ما خرجتش من الحمام. حبيبتي يا اشلي، تفتكر يكون في وباء بيجيب للناس اسهال لحد ما يموتوا؟ لا انا شاكك في التين التوكي اللي احنا عمالين بناكله ده. ليه يا معلم؟ احنا بقالنا 3 ايام بناكل منه وزي الفل. ويمكن عشان احنا بقالنا 3 ايام بناكل منه. تفتكر؟ اكيد. او ماي جاد، خير يا دكتور طمني. عندهم حساسيه مفرطه من التين الشوكي، وللاسف الحساسيه دي معديه جدا. يتعزلوا الثلاثه في اوضه ومحدش يخش عليهم. تدي لهم الدواء ده والسقسقة 3 مرات في اليوم. ليه؟ السقسقة. السقسقة دي قبل الوكل ولا بعديه؟ لا، سقسقلهم وهم بياكلوا. أنا زهقت. الدواء ده يجي بسرعة وياخدوه. لو حصل لهم حاجة أنا بحملك المسؤولية كاملة. السلام عليكم. كنت تعالى يا دكتور. أيوه. أنت زعلان مني بحاجة؟ يعني شايل مني مسود من جوه بحاجة؟ لا. قول ما تخافش، مش عشان انا الكبير ممكن اتويك هنا. قول. لا هو انا بس الله يسامحك يا بابا، قلت له نفسي في حقوق فرنساوي، اصر اني اخش المعهد. معهد ايه اللي هيطلع دكاتره؟ مين ده؟ ها الدكتور قال لك ايه؟ قال لي اتعزلوا. شوفي خليهم الثلاثة يناموا في أوضة جوني. ماشي. طب أنا هنام فين دلوقتي؟ مش إحنا قلنا يا حبيبتي إنك هتنامي في أوضة أختك أشلي؟ ستيوبيد، ما هي دلوقتي أكيد مليانة فيروس، وأنا كده ممكن أتعدي. أيوه صح، البت دي عندها حق، خليها تنام في الفسحاية هنا. بيقول الظريف ده؟ بعدين ما وجهتلكش كلام، فلو سمحت ما تتكلمش معايا. اسمع يا بت دي، البت ده كلها تكوم وأنا كوم تاني. حسك عينك تكلميني كده مره تانيه. خلاص يا كبير، دي ضيفه برضك. خلاص يا حبيبتي، عندينا اوضه تانيه ان شاء الله. اوضه ايه دي؟ اوضه الكبير قوي. بتقول ايه يا بقره انت؟ هو اي حد معدي ينام في اوضه كبير قوي؟ معلش يا كبير، دي عيله ما هتستحملش تنام على الكنبه. تستحمل ولا ما تستحملش، ان شاء الله تنام في اي داهيه. مين دي اللي تنام في اي داهيه؟ انا ما بوجه لكيش الكلام، لو سمحت ما تكلمنيش. يا كبير دي عيلة صغيرة. دي عيلة صغيرة دي؟ دي ولية مسخوطة. طب عشان خاطري يا كبير. لا. طب ورحمة أبوك يا كبير لا توافق. اعمل اللي أنت عايزاه يا هدية. نظراتها مريبة البت دي.
شفتي يا حبيبتي تصرفت لي كيف؟ ده اوضه الكبير قوي دي احلى اوضه عندينا، بس ما تغلاش عليك يا قمر، اوضه شرحه. خلاص خلاص ما ترغيش، فين الاوضه دي؟ الاوضه اللي في الوش دي. طيب اطلعي بقى انقلي الحاجه بتاعتي من الاوضه دي للاوضه دي، ماشي؟ يا جبروتك استغفر الله العظيم يا رب. الفطور يا هديه تبص لك ليه يا بتتي؟ انا حرة ابص في الحته اللي انا عايزاها. ادي الفطور كله اها، عامله لك فطور النمايه ملوكي. تعالي يا حلوه هنا اقعدي جنب عمك الكبير. اوف ايه الريحه دي؟ انتوا هتاكلوني ايه؟ تلقاها بس المفتقه، اصل الحلبه بتاعتها زياده شويه، والباقي زي ما انت شايفه مش فول، عسل بالطحينه، بيض عيون مفقعه، بيض مكحره. لا 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 انا مش فاهمه اي حاجه من اللي انت بتقوليها دي خالص. انا هاكل من القرف ده؟ قرف ايه يا مفعوصه انت؟ احنا ناكلك البهايم ولا ايه؟ لو سمحت ما تتكلمش معايا، انا ما وجهتلكش كلام. طيب يا حبيبتي اجيب لك جبنه بيضة؟ ممكن. طيب هروح اجيب لك رغيف عيش وحته جبنه بيضة من الصفيحه. صفيحه ايه هديه؟ ما تقفلنيش. بصي هاتي الجبنه من غير ما تحكي لي اي تفاصيل. من عيني وبالمره طلع الفطور للعيانين. خلي بالك ما تدخليش الاوضه لا تتعدي وتعدينا كلنا. ما تخافيش هحط لهم الفطور قدام الباب. بتردي على الهتيره دي؟ انت ما بتقوليش بدي اكسر طبق على نفوخك. طب اكسره كده على نفوخي وانا احبسك. يا بنت جبت القدره دي منين؟ انا خايف يكونوا مش معقمين البتاع ده، مش بعيد يكون كان في يوم من الايام تحت لسان اشرف ولا فزاع. ياو طب اقول لك حط انت تحت لسانك عشان انا بقرف، واي درجه حراره تطلع انا راضي بيها، ما انا زي زيك. ايه يا جوني ده انت بتجرف فيا يا توماس؟ يعني انت هيجرى لك ايه؟ ما انت عيان خالص وبتموت اهو. لا يا عم مش عايز. يا سي جوني الوكل ها على الباب، حد يجي ياخده. ميرسي يا هديه ميرسي. بقينا بنتعامل زي المساجين والمعازيل. توماس 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 بليز بليز قوم 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 هز طولك، قوم يلا قوم هات الاكل من ورا الباب. انا الحمى هداني. لا ريلي هداني. يعني انا سليم يعني يا جوني؟ ما انا كمان الحمى هداني. اقول لك قول لي الاسلي. أشلي أشلي ما تستعبطيش، انت صاحية. ايه ده انت عرفت منين؟ ما هو باين 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 عليكي فيك قوي، يعني ما حدش بينام بيبقى نفسه عامل كده ولا وشه عامل كده. يا جوني انا مش قادره ارفع ايدي، هقوم ازاي يعني من على الكنبه؟ خلاص خلاص نموت من الجوع عشان كلكم كسلانين. توماس توماس ايه؟ هات الريموت. هو ايه هاته خلاص؟ يا هديه يا هديه ايه القرف ده؟ انت اللي اسمك هديه؟ ايوه يا حبيبتي في حاجه؟ الاوضه دي ما اتنضفتش ليه؟ وشنطه الهدوم بتاعتي ما حدش شال حاجات منها وحطها في الدولاب ليه؟ حاضر انا هشيل لك الهدوم بتاعتك في الدولاب. والأوضة دي هتنضف امتى بقى؟ بكرة الصبح إن شاء الله لما تاجي أم بعبيكة هخليها تعمل لك أوضتك أول أوضة. إيه؟ وأنا هفضل في القرف ده لحد بكرة الصبح؟ قرف؟ طب أعمل لك إيه طيب؟ نضفيها أنتِ. إيه؟ إيه أنا قلت حاجة غريبة ولا إيه؟ لا يا حبيبتي، أوقفي عوج واتكلمي عدل، أنا هنا ست الدار وأنت هنا ضيفة، والضيف عندينا ملهوش غير الأدب. يعني انت تقصدي ان انا مش مؤدبه؟ ايوه طبعا قليله الادب والربايه كمان. انا قليله الادب يا جهله يا متخلفه؟ انا جهله ومتخلفه؟ ايوه انت جهله ومتخلفه وبقره كمان. توماس توماس ايه يا عم انت في ايه في ايه؟ دي خناقه تحت ولا 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 دي هلوسات حم؟ هي كده تقريبا. هي ايه هلوسات ولا خناقه؟ خناقه يا جوني خناقه. ايوه ليه يعني مين انت يا توماس؟ توماس
يا جوني انا جنبك بتضرب ليه؟ قوم شوف الخناقه دي. طب ما تقوم انت. كل ما اقول لك حاجه تقول لي قوم انت. طب ما انا تعبان يا جوني. يمين تعبان يا جوني. يمين تعبان يا جوني. عليا ولا تقولي لي بقره كبير؟ بس هو اللي يقول لي بقره. سامعاني ولا مش سامعاني؟ لا انت بقره. اشلي اشلي جوني مش قايمه. انت عارفه انا كنت هكلمك في ايه اصلا؟ انا كنت هطمن عليكي. انت جوز كلاب. توماس ايه؟ انا علي حسيت انت وفي اي مكان. ليه يعني مين انت يا تسكوف انت؟ يا بت ده انت قد قضيح. ده انا لو سفخت الكفه هموتك في يدي. موتيني ده ايه ده؟ انا اوديكي في داهيه. انا عاوزه اروح فيكي في داهيه. مش كفايه مستحملين قرفك من ساعه ما جيتي؟ كمان هتغلطي فينا يا بزوايا انت؟ احترمي نفسك بدل ما اطلب لك البوليس. انا عاوزاكي تطلبي لي البوليس والناين وان وان كمان عشان ياجوا يلموا جدتك اللي هقطعها قطيع باسناني حته حته. ويكون في معلومك اذا كان اهلك ما ربوكيش في امريكا احنا هنا هنعرف ونربوكي صح. تعالي يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. خضيتني يا اسمك ايه؟ خضيتني يا شيخ. كنت فين؟ الفطار فين؟ خلاص خلص بحي يا نغنوغه. خلص يعني ايه؟ وانا هاكل ايه؟ خش المطبخ دوري في بواقي الوكل يمكن تلقي حاجه تاكليها. ما اعرفش حضرتك بتروح فين. انت يا بابا انت خلي بالك انا واقفه هنا. بترجع بالليل؟ هديه فين الجبنه اللي انت جبتيلي منها امبارح؟ في الصفيحه. طب ممكن تدخلي تجيبيلي منها حته او عيش؟ الصفيحه عندك هناك في المطبخ، لو جعانه خش انت هاتيها. انتوا فاكرين يعني عشان انا قاعده عندكم تقدروا تتحكموا فيا؟ على فكرة أنا أقدر أعتمد على نفسي وأجيب كل اللي أنا عايزه. يا واد يا إندبندنت. يا لهوي بالي، تسلم يدك يا هدية. ده أنا بطني طقللت من كتر الوكل. بالهنا والشفا يا كبير، مطرح ما يسري يمري. بس انت عملتي واكل كتير قوي ليه؟ ده احنا تانيين بس هنرموا البوقي. معلش يا كبير، كله من فضلة خيرك. عبال ما تغسل يدك اكون انا عملت لك الشاي عشان تحبس. لا شاي ايه؟ وانا في مكان في بطني؟ هاتيلي فوار عشان افك. من عينيا يا كبير. يا كبدي، دي البت جعانة قوي يا كبير، والله حرام اللي احنا بنعمله فيها ده. حرام ايه؟ دي بنتي عن طوزة ومن خير على الفوق، احسن عشان تتربى. هدية. ايه هدية، انت مش قلتيلي ان البنت اللي هتنظف هتيجي امبارح؟ ما هي جات امبارح. طب ليه ما قلتلهاش تنظف الاوضه بتاعتي؟ ما انت كنت نايمه. طب ليه ما صحيتنيش؟ مش انت قلتي ما عاوزاش حد يصحيكي؟ طب مش ممكن تكلميها وتيجي تنظف الاوضه؟ لا طبعا مش ممكن، عشان دي بتجينا من اخر الدنيا وبعدين معاهاش مضايل. طب هي هتيجي امتى تاني؟ اول الاسبوع اللي جاي وعليكي خير. اول الاسبوع الجاي؟ والاوضه بتاعتي هتفضل كزره كده لحد الاسبوع الجاي؟ هنعملوا ايه يعني؟ ادي الله وادي حكمته. انا هنظف الاوضه بنفسي. ايه تاني؟ انا هحتاج شويه حاجات عشان انظف الاوضه. هتحتاجي ايه يعني؟ منفضه ريش ومكنسه كهربا وديتول وزعافه. من عيني. وما عاوزاش معطر جو كمان. ايه ده؟ اهو ده اللي حدانه. طب وانا هنضب بيهم ازاي دول؟ دي تكنسي بيه
ودي تمسحي بيها ودي تنظفي بيها. اتلافي. وبقيك نسي الاول قبل ما تمسحي عشان ما تطينيش الدنيا. فهماني يا بزوايه؟ مسحت وكنست ولا مبعبيك الشغال. احسن تستاهل. بس بامانه يا كبير البت صعبت علي قوي. ما يصعبش عليك يا غالي، دي بنت جبروت عايزه تضرب البلغ على نفوخها عشان تنعدل وتبقى عاديه. ووه دول قالوا الكهرباء هتتقطع النهارده يجي 3 ساعات. احسن بردك، الواحد يعرف ينام في هدوء. تصبح على خير يا ولي. وانت من اهله يا كبير. ليه؟ انا سو. نعم. اصل النور اتقطع وانا بخاف انام لوحدي في الضلمه. يا حبيبتي طب تعي نامي معانا. تجي تنام فين يا هتير انت؟ يا كبير البت خايفه تنام وسطينا. معلش لو سمحت وهوعدك اول ما النور ما يجي هروح على اوضتي على طول. ماشي خش. انا هنا بدياركم هنا على الكنبه. هو بيشخر. واه بت اتخمدي عادي اتخمدي. ثانك جاد. لا ريلي ثانك جاد ان احنا خفينا. انا كنت فاكر ان هفضل طول عمري محبوس في الاوضه دي. يا جماعه انا جعان قوي، انا عايز اكل دلوقتي حالا. وانا كمان هموت واكل. هاي شطوره. يا الف حمد لله على السلامه. يا الف حمد لله على السلامه. حمد لله على السلامه يا سي جوني. حمد لله على السلامه يا سي توماس. حمد لله على السلامه يا اختي يا حبيبتي. ميرسي. لا بقى ده احنا النهارده نطبخ لكم حاجه ترموا بيها عضمكم. انت يا نعناعه. انت يا بنت. ايوه يا ابله هديه جايه اهو. تعالي هنا. سو كيوت. اتركوا بعافيه. سو كيوت. هي مين دي؟ مش عارف بس شبهك قوي. شبه انا؟ بلوندايا. غريبه يا جماعه دي عارفه اسمينا كويس. انت عبيط يا ابني؟ انا العمده يعني اشهر واحد في المنطقه دي كلها وانتوا كده كده ماشيين في ديلي فاتشهرتوا. اني واي فين سو؟ سو؟ شوف يا سي جوني هتسمع خبر جميل بعد نقطتين. يا إما يمين يا إما شهرين يا إما سنتين يا إما قرنين. إيه المدة المطاطية دي كلها؟ ما أكيد هتلاقي أسمع خبر في الوقت ده كله. قارئة المج انجزي، أنا بقالي ساعة شربت 5 فناجين قهوة وأنا ما بشربش بن من أساسه، بيجيب هالات تحت العين وأنا بشرتي دهنية. كل حاجة باينة في الفنجان. ها خلاص. إيه؟ الفنجان بيقول إنك جاي من سكة سفر بعيدة. Let me guess. أمريكا مثلاً؟ أنا موهوم جدي. وبيقول كمان إنك مسافر لحد من لحمك ودمك ولا عمرك شفته ولا عمره شافك. أو ماي جاد. بصي أنا إيدي بتعمل إزاي؟ يا ساتر يا رب. خير؟ الفنجان بيقول إن في حد هيجي يطلب منك طلب ولو ما نفذتهوش هتقع في مصيبة كبيرة. انسي
الموبايل مش هديهولك كهدية. ليه يا جوني؟ انت هتستخسروا فيها يعني؟ سيس قوي يعني، دخلتيلي بالحنجل والمنجل وال... السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكبير هنيه؟ لا لسه ما جاش. طيب زين زين. مالك يا ابني مرتبك ومقفر ليه كده؟ انا واجع مصيبة ومحدش هيعرف يحلها الا انت جوني بيه. مصيبة ايه يا دي فزاع؟ الواد فهيم اخويا الله يجزيه. الواد ما جاله 6 سنين قاعد في جنة، خلص معهد التمريض بتاعه وشغال هناك. قوم جه النصيب حب يخطب بنت من هناك، قال لي روح اخطبها له. قابلنا ابوها، وابوها ده ايه ضابط كبير قوي قوي في الجيش. قلت له يا ولد ابوي ايه الناس دي مش من توبنا؟ قال لي ما عجبوش الكلام، اصله يعني كمان هو المتعلم الوحيد اللي فينا وطالع فيها ومناخيره. خلص خلص هري، خلاص الهري. عايز فلوس؟ لا لا فلوس ايه، خيركم سابق. فلوس ايه؟ عاوز ايه؟ المشكله حاجه تانية خالص يا جوني بيه. المشكله ان انا وانا قاعد مع ابوها عشان نخطبها له، كيف ما الواد طلب يعني، لقيته يعرفني ليهم على ان انا عمده المزاريطه. ولا فهيم ده الله يجزيه فشر فشر ومعار معار، الكذب ده في دمه. فانا يعني قلت ما احرجهوش قدامنا، سايبه ومشيت الليله، عملت العمده وقرينا الفاتحه والامور كانت ماشيه اخر حلاوه، لحد ما لقيت ابوها مصر انه لازم أن يرد لنا الزياره كيف ما زرناهم في بلدهم ويرجع لاهله. عمده المزاريطه؟ انت اتجنيت انت واخوك؟ انت عارف يا معلم لو راجل اكتشف ان انت مش العمده هيعمل ايه؟ ايه؟ هيحبسك انت واخوك. طيب هو ايه بس اللي هيعرفه يا جوني بيه؟ وهو يعني لما يجي يزوركم في داركم الكحيان ده هيصدق ان انت العمده؟ لا طبعا ما هيصدقش. امال انت مستني ايه؟ مستني يجي يفضحك هنا في البلد؟ انت مفقوس موت ان مش العمده. ليه؟ مفيش كاريزما العمده دي، طلت العمده مش فيك. وانا كنت بقول يعني بعد اذن جنابك يعني يجي على الدوار وقابلهم انا كني العمده. انت ضارب ايه؟ ما ضاربش. شارب ايه؟ ما شاربش. انت هتغني راب يا ابني، ما ترد عليا كويس. ايه؟ ايه اللي خلاك تتوقع ان دي حاجه هنوافق عليها؟ ساعتين زمن بس يا جوني بيه، ايه المشكله؟ وست هديه تعملها غدا وحلوه بيديك دي. وكمان عاوز تشغلني يا جزمه؟ مان الهزي اللي انت بتقوله ده انا ماليش علاقه بيه، عاوز تنصب انصب لوحدك. ليه بس يا جوني بيه؟ معلش الله يرضى عليك، معلش والنبي، ده الولا فهيم ده يتيم، لو اتسجن هتسجن معاه، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. خلاص. وانت فكرك يعني لو جوني وافق الكبير هيوافق؟ ده الكبير لو عرف حاجه زي دي هيطربق الدنيا. الكبير هيعرف منين؟ ده الكبير ما بيخرجش غير اول النهار وما يرجعش غير بعد المغرب. طب افرض الكبير طب علينا والناس دي موجوده هنا؟ لا ما تقلقيش يا ست الناس، انا اتاكدت ان الكبير عنديه بكره شغل ياما، شغل كتير وما هيجيش غير بعد العشاء كمان، يعني الناس حتاجي وتمشي ولا حس ولا خبر. الله يرضى عليك توافق يا جنبي، الله يفتح عليك يا ست الناس، ربنا يديك، ربنا يفتح. يا ابني انت بزرار؟ بالرغم ان ادائك مبالغ فيه بس انا موافق. الله يرضى عليك ولد. طب والكبير؟ ماله الكبير؟ انا العمده ومن حقي اديله شخصيتي انتحلها. انتحلني، مالكيش صالح بيه، انا اللي بقول الكلمه هنا. انتحلني. الله يرضى عليك. عندي شرط واحد. ايه؟ قبل ما الجوازه دي تتم تقول للراجل كل حاجه، مش عايزين نضحك على حد. حاضر يا جوني بيه. وحاجه ثانيه كمان قبل جناب، لو رجعت وقلت لي عايزين يزورونا هم بقى ولا يصيفوا ولا ها مفيش. دي اول واخر مره. قلت ايه يا ست الناس؟ موافقه وربنا يستر. الله يرضى عليكي، ربنا يديك، ربنا يفتح عليك يا جوني بيه. الله. طيب كان عندي طلب صغير كده. الله يرضى عليكم، يعني يبقى كتر خيرك والناس هنا تبقوا تنادوا للواد فهيم على انه الدكتور فهيم. دكتور ايه؟ هو مش اخوك تمرجي؟ ايه بس هو مفهمهم انه دكتور. مع الف سلامه يا كبير، تروح وتجي بالسلامه. الله يسلمك. ما عزيتش حد من بره وانا جاي؟ اعوز سلامتك يا اخوي. انا رايح المركز اجيب لك معي لوليته. يبقى هات لي البنك لو لقيت. عيني. هو انت حتاجي ميته ان شاء الله يا كبير؟ لا انا هتاخر شوي، هطلع البنك الاول اجيب فلوس، بعدين اطلع الحاج عوض اخلص معاه في موضوع طرمبات الميه ده. وليه المشوره يا كبير؟ ما تخليه يجي لك هنا وتدي له الفلوس. الراجل كبير ومشاغله كثيره، وبعدين انت مالك من اساسه؟ ايه الرط الفارغ ده؟ كل ما اقولها كلمه ترد. ما تاجي يا حبيبي، تعال بباطي. تعال 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 بين بابا وماما، تعال تعال خد لك حنان. لا 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 عفوا بلا ما اخذ يا كبير، العربيه جنابك جد بره. اسمع، ثاني مره تشوفني بتكلم مع ستك
أقل حاجة 7 متر بيني وبينك. أمري جنان. لك كهيتي توقف. أمري جنان. مع ألف سلامة يا كبير. طريق السلامة يا كبير. ودي يا فزاع، الناس هتهاجميت. الناس على وصول يا ست الناس، الولد فهيم ضرب لي تليفون وقال لي إن هم في أول البلد، فأنا هروح أستقبلهم. بس كلي عن جنابك طلب صغير كده. إيه. خبرة جنابك العباية الصوف الكحلية التقيلة اللي الكبير هيحبها قوي يلبسها في المناسبات. خبراها. يبقى كتر خيرك لو جنابك شدتها لي في يدك عشان البسها. واه كانك اتجنيت يا فزاع، عاوزني اجيب لك عبايه الكبير. معلش يا ست الناس، الله يرضى عليك، عشان نسبق الحكايه صح. ده انت باينك ناوي على خراب بيتي وطلاقي من الكبير. عارف يا فزاع لو العبايه دي جرى لها حاجه هعمل فيك ايه؟ لا لا لا، ما تقلقيش يا ست الناس، دفع علي. طب اتجرأ قوام، شوف الناس هتهاجميتك. قبل جنابك. ربنا يعدي اليوم ده على خير. انت غلطان برضه يا حسين، كانش المفروض تعمل كده، البلد فيها قانون. خوفت المحامين بتوعه يطبخوها ويطلعوا منها، انت عارفهم يعملوها. احسن لو كل واحد عمل زي كده احنا بقى عايشين في غابه. غصب عني يا محمد، ما قدرتش امسك نفسي. عموما انا والمجموعه اللي كانت في العمليه شهدنا ان منصور كان عاوز يقتلك، وان انت قتلته دفاعا عن النفس. كنا معتز اتزحلق في العمليه ووقع. ليه عملت كده؟ غصب عني، ما قدرتش اورطه. خير؟ شو في معصبي؟ عندي إلك اليوم خبر مش منيح. اللي هو؟ المعلم منصور البطاش انقتل. ودياب ما في أخبار منه بعد هروبه من السجن؟ لا، بعده مختفي، ما قاله ولا أثر. ولا حاول يتصل؟ ما اتصل، بس أكيد إذا قدر يتصل حيتصل. أنا مش قادر أنطر، بضاعتي صارت خارج المياه الإقليمية المصرية، وأصلاً إمبراطورية البطاش بطريقة للانهيار، فلازم نلاقي حدا تاني نشتغل معه. راجع المكتب وراجع مفكرتك، لازم يكون في حدا وعنا اتصالات فيه. طمن ولا يهمك. المقدم حسام نجيب الهلالي نوط الشجاعة من السيد وزير الداخلية. مالك نامت بقى؟ انا اروح المستشفى يا ماما. كنتي روحتي استلمتي جايزه جوزك يا حبيبتي؟ جايزه ايه والنبي يا ماما؟ بس ادعي لمعتز يقوم بالسلامه، هي دي الجايزه الحقيقيه. بلايله حبيبتي، ربنا يقومك بالف سلامه يا رب. ربنا يخليك يا ماما، معلش بتعبك. معلش، مع السلامه. نوض الشجاعه للرائد معتز عز الدين الحكيم، اتسلمها عنه المقدم حسام نجيب الهلال. ماما
ازيك عامله ازيك؟ تمام. معتز اخباره ايه النهارده؟ الدكتور لسه مطمنا عليه. هو مشي الدكتور؟ لا عنده مرور وهيجي تاني. من فضلك اول ما يوصل خليه يعدي. حاضر تحت امرك. تمام تمام. طيب بس شكرا. ميدالية تشجيعية للنقيب محمد نجيب الهلالي. باخت البطل اخيرا الهالة مشرفت. يا ساهر الاسلوب اللي انت بتكلمني بيه ده بدل ما تقولي الحمد لله على السلامه وليك عين كمان تتكلمي حقه يعملوها ويخيلوا. لو سمحت يا ماما انا ما وجهتش كلام لحضرتك، انا بتكلم مع جوزي. اتكلمي بادب واعملي حساب لوجودي. معلش يا ساهر، الهالة نسيت ان انت ابني قبل ما تكون جوزها. انتوا ليه مصرين تعاملوني المعامله دي؟ هو انا قتلتلكوا قتيل؟ لا يا حبيبتي انت ما قتلتيش قتيل، بس اخوك البطل اللي انت روحتي حفله تكريمه هو اللي قتل لنا قتيله. اصمت، مش معقول تقولي الكلام ده. اصمت، اخرس خالص، ما اسمعش صوتك واتفضل خش نام جوه. يلا حاضر حاضر. اتفضل. حاضر. انت ايه اللي وداكي حفله التكريم من ورايا؟ اولا لو كنت قلت لك ما كنتش هترضى، ثانيا دول اخواتي ولازم اشاركهم فرحتهم في يوم زي ده. بنت اصول بصحيح وتعرفي الواجب كويس قوي. انا برضو متربيه ومش هرد على حضرتك. انا راجعه تعبانه وداخله اوضتي. انت ازاي تسمحي لنفسك تتكلمي معاها بالاسلوب ده؟ وانت ازاي تسمح لها تتكلم معايا كده اصلا؟ ما ترديش على سؤالي بسؤال، انا برضه جوزك. ما انت عشان جوزك كان لازم تحافظ على كرامتي وما تخليش حد يمسها، حتى لو الحد ده كان مامتك. والله يا امي ما غلطتش. وانا كمان ما غلطتش. لا غلطت، والغلط راكبك من ذاتك على راسك. يوه، غلطت في ايه بقى ان شاء الله؟ عشان روحتي الحفله من غير اذن. احنا مش هنخلص من الموضوع ده، دي بقت عيشه زهق. والله عيشه لو مش عاجباكي الباب قدامك اهو، يفوت جمل. كده يا سيد؟ انا هسيبهولك عشان ترتاح انت وامك. انت هتهدديني مع الف سلام. لا يا ماما، ده مش ساهر اللي انا اعرفه، ده اتغير معايا 360 درجه. معلش برضو يا شاهين، ده مهما كان جوزك يا حبيبتي ما كانش صح ابدا تسيبي البيت وتمشي. يعني ايه يا ماما ما سيبش البيت؟ ده هو ومامته عاملين عليا رباطين ومصرين ان حسام هو اللي قتل سلمى. بس بس الناس دي اتجننت ولا ايه؟ اسكتي اسكتي لحسن اخوك صحي. ليه يا شاهد؟ بتعيطي ليه؟ ما بعيطش ولا حاجه يا حسام. ليه وانا مش شايفك؟ ما حلو اهي وزي الفل يا حبيبي، مفيش حاجه. انتوا مصرين تخبوا عليا؟ انا مش شاطر عشان ماما، انا قاعد سامع كل حاجه من جوه. يا ابني كفايه اللي انت فيه، احنا مش عاوزين نزود همومك. اخر حاجه كنت اتخيلها ان الناس دي تفكر كده. ربنا يهديهم يا ابني. مش هند، انا هاخدكم اروح لهم واقعد معاهم بنفسي وافهمهم كل حاجه، بس على الله يفهمهم. تعطيش ربنا يخليكم يا رب. يا سعاده الباشا اكون عملت المهمه زي ما انت عايزها. انت عملت اللي عليك وزياده يا طاهر، ومن بكره ان شاء الله تقدر ترجع شغلك تاني في البوفيه عندنا في الاداره. بوفيه؟ بوفيه ايه يا سعاده الباشا؟ ده انت سيادتك موعدني انك تثبتني على درجه. وانا عندي وعدي، بس عندنا مشكله صغيره. مشكلتي ايه؟ ما ينفعش اثبت واحد بصمجي يا طاهر. بصمجي ايه يا باشي؟ بصمجي ايه تف من بوقك؟ داني معايا عدديه. ما تنفعش، يا اما مؤهل متوسط يا اما مؤهل عالي. ايه الحاجات الغريبه دي؟ يعني هو بعد ما شاف ودوه الكتاب؟ بقول لك يا طاهر انا مش ناقص وجع دماغ، روح ذاكر خد لك شهاده وارجع لي، وانا عند وعد ليك هثبتك ومكافئتك محفوظه. طب يعني يا باشا سيبك من موضوع الشهاده، خلينا في المكافئه. كام؟ باكوين. باكوين ايه؟ 2000 جنيه يا طاهر. 2000 جنيه ايه يا باشا؟
ده قبل خصم الضرائب. هي كمان فيها ضرائب؟ حق الحكومة تاخده ولا ما تاخدوش؟ لا تاخده تاخده يا باشي، ده أنا عينيا للحكومة، وإذا كانوا مزنوقين في المبلغ خلوه لهم. هتجبي الحكومة يالا؟ لا مش هجبي على حد يا باشا، بس يعني بصراحة المبلغ ده قليل قوي، ده ما يجيش حق الشاي والقهوة اللي أنا شربتهم، ما يجيش حق المواصلات والتليفونات اللي أنا هريت نفسي فيه. شكلك هتوجع دماغي. ايه يا باشا؟ قوم سعادتك. عندي خبر ليك مش كويس. معتز تعيش انت. ايه؟ امال فين ايمان؟ احنا كنا عايزين نعزيها. تعبانه قوي، مش قادره تخرج من اوضتها. ربنا يصبرها، الصدمه كانت كبيره. الله يرحمها. يا رب ويصبرك يا ايمن يا بنتي. ليه كده يا معتز؟ ليه سبتنا انا وملك لمين؟ هنعمل ايه من غيرك؟ روحي بتتسحب مني، عايزه اشوفك تاني، عايزه احضنك، عايزه اشتكي لك منك. بحبك قوي يا معتز، توحشني قوي. الله يرحمك يا حبيبي. الناس عايزين يعزوكي بره. مش عايزه يا ماما، مش عايزه اشوفها. بصي ايدك والله ما قادره يا ماما. والنبي يا ماما، والنبي يا ماما. قال لله يا فندم. حياتك يا بايز. نقيب محمد الهلالي يا اخويا. بقى في حياتك يا فندم. حياتك يا بايز، اتفضل. يا ترى نقدر نعزي مدام ايمان؟ ايمان منهاره من ساعة اللي حصل. قافلة عليها اوضتها ومش بتطلع خالص. خدت حقنة مهدية ومفيش فايدة. كل ما ادخل عليها الاقيها بس كسرت وبتكلم. ربنا يصبرك يا ايمان. ربنا صبرنا كلنا. هي دي بنت معتز مش كده؟ ايوه، اتشتمت بدري. انا اسف والله العظيم اسف، مع اني عارف يا بنتي ان اسف مش هيفيدك. متاكد انك لما تكبري وتعرفي ان انا كنت السبب في حرمانك من ابوكي هتلعنيني الف مره. مش بقيت تفكري تقتليني، وهيبقى عندك حق، نستاهل اكتر من كده. حسام، حسام انا بقول يلا بينا، يلا يلا. معلش انا اسف يا فندم، ويا ريت تنقلي تعزينا لمدام ايمان. معلش الباقي في حياتك مره تانيه. شكرا. المعتز ومنيرة فين يا عفيفة؟ أنا أقولك أنا يا حاج، أصل بصراحة بقى معتز كده جم امبارح بالليل يا حاج عشان يطمنوا عليك، بس أنت كنت نايم. وبعدين يا حاج ما أنت عارف شغلهم بيبقى الصبح. يعني هم بخير؟
اطمن بخير، المهم انت تطلع لنا بالسلام. طب انا هطلع من هنا امتى بقى؟ منير بيقول الدكتور طمنه وبيقول احتمال تطلع بكره. منير ما تجيبليش سيرته، يا ريتني ما خلفته ولا شفته ولا عرفته. الواحد لو كان ربى كلب كان تمر فيه. ايه ده يا حسام؟ ايه ده يا حبيبي؟ ما تعملش في نفسك كده، الاعمار بيد الله ومعتز عمره انتهى لحد كده. انا اللي قتلته يا ماما. ما تقولش كده يا حبيبي، قتلته ازاي بس؟ انا لا بخرف ولا بقول كلام فاضي. معتز حاول يمنعني ان اقتل منصور البطاش، زقيته بعيد عني وقع من على الجبل مات. يعني قتلته ورملت مراته ويتمت بنته. بس اكيد ما تقصدش يا حسام، اكيد النتيجة واحدة، مات مات. يا ابني يا حبيبي، ربنا رب قلوب، ربنا رب نيات، وبين عارف نيتك كويس قوي. وبعدين معتز ده مش كان صاحبك وحبيبك؟ يعني اكيد ربنا هيسامحك. ليه يا رب كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. اللهم الاعتراض، اللهم الاعتراض. سلمى راحت هي واللي في بطنها بسببي، ومعتز صاحبي واخويا راح برضه بسببي. اهدى يا حبيبي اهدى. ليه؟ اهدى يا حبيبي. ليه؟ اهدى يا حبيبي اهدى. اهدى، ما تعملش في نفسك كده، اهدى. اهدى ازاي بس يا عم؟ الله يرحمك يا معتز. الله يرحمك. لا ارحم وارحمنا جميعا. لا 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 لا، ما تعملش في نفسك كده يا حسين عشان خاطر. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ما تعملش في نفسك كده بقى، ما تعملش في نفسك كده، ما تعملش في نفسك كده يا حبيبي. هتجنن يا امي. معلش يا حبيبي معلش. تعال تعال يا حبيبي. ايمان عامله ايه دلوقتي يا ماما؟ ايمان تعبانه قوي يا عمر، صعبان علي، الصدمه مخليها منهاره. طب انا هقوم البس واجيلكوا حالا. لا اوعى تيجي، ما تسيبش البيت للبت الرقاصه اللي هناك دي، لا تغير الكالون تستولى على الشقه واحنا ناقصين. حاضر يا ماما، خلي بالك من نفسك ومن ايمان لغايه ما نتقابل. باي. جوز اختك مات، احنا بقى قاعدين هنا بنهبب ايه؟ مش المفروض نبقى جنبها في ظروف زي دي ونعزيها؟ ايمان تعبانه قوي يا لولا، شكلنا كده هنأجل العزا كام يوم لغايه ما تقوم بالسلامه. ان شاء الله تقوم بالسلام. واحد اتنين تلاته. ايوه بس كده في وش الباب، وممكن ياخدوا رطوبي ويستهوا. خلينا هناك كده. سبعة آلاف سبعمية اتنين وستين وربع، فاضل لنا كام كده على 20,000 كده؟ يبقى فاضل كام يد يا ابو الكوامل؟ كده يبقى فاضل 12,238 الا ربع. هانت والله هانت وبانت يد يا ابو الكوامل. بكره يكملوا 20,000 وتروح ايطاليا بقى وتتمتع، بدل ما اني قاعد متعاص وعايش في الجل الكبيره دي. والنبي انا خساره في البلد، بس انا لازم اوفر كل قرش اتحصل عليه حتى لو هموت من جوع. ايوه بس انا جعان. حلو الارنب دي، تعالى يا ولي ريجي جري عليك.
شبك لا ولا بيعه؟ وانا هتحير ليه؟ انا كل واحد وابيع واحد. ما تبصليش كده هون، انا مش بزرككم، انا باخد حقي من اخويا طاهر الاكلتي. العمر الطويل لك يا دياب. ثانكس. تيل مي هاو از مستر البير؟ مستر البير بده يطمن عنك ويعرف شو اخبارك. طمنيه وقولي له الموج عالي شويه هاليومين. والحكم اللي عليك كيف رح تتصرف فيه؟ اطمني وخلي مستر البير يطمن كمان، وقولي له دياب بد منصور البطاش ما يتكسر شو واصل. اوكي دياب، بكفي اني اطمنت عليك. اوكي كيب ان تاتش. باي يا ديدي، باي. حس انه دياب رح يبلش يشتغل معنا قريبا. وحكم الاعدام اللي عليه شو رح يعمل فيه؟ اكيد رجال اللي عم يشتغل معنا عم يشتغلوا له على الموضوع. وافترضي ما زبطت الامور مثل ما هني بدهن، انت عارفه انه هو بيعرف كل شيء عنا، وبالتحقيق الكلام بجر كلام. يعني بالنهايه الشيطان اللي بتعرفه احسن من الشيطان اللي بتجهله. خلينا نعطيه فرصة تانية، بالنهاية ما عنا غيره بمصر. على كل حال خليكي جاهزة بالبلان بي، لربما ما زبطت الأمور. فهمتم ولا قول تاني؟ أنا رأيي تقول تاني. أول هام الفلوس يا طاهر. اعتبره حصل يا سيد الناس. ثاني هام الكلام اللي حيتقال للرجال قبل التحقيق يا وهدان. حفظته زي اسمي. بس انت ليه عايز تعمل في الضابط كده؟ ما نطخه ونخلص. هنطخوه بس من اول لازم نجيبه من اخير الارض ونبوظ سمعته اللي عملها على قفانه ونمرمغوها في الطين، وبعد كده هنطخوه. انا وسلمى الله يرحمها مش مجرد اتنين عرفوا بعض واتجوزوا. بنتكوا كانت حلم حلمت بيه من زمان، ومن اول مره شفتها عرفت ان احنا هنبقى لبعض. سلمى كانت قلبي اللي بيدق عشان اعرف اعيش. ممكن اعرف انت جاي ليه؟ انا جاي ليه؟ جاي عشان اصحح سوء ظنكم بيا واعرفكم بنتكم كانت بالنسبه لي ايه، لان واضح ان انتوا مش عارفين. وهيفيد بايه؟ سلمى راحت خلاص، وكلامك ده مش هيرجعها في وسطنا من تاني. حرام عليك يا ساهر، حرام عليكم كلكم تظلموني يا روختي. انا اكتر واحد مضروب بفراق سلمى اكتر منكم. انت بتقول ايه يا استاذ؟ دي بنتنا. انتوا زعلانين على بنتكم اللي اتربت وسطكم، انا بقى مقهور. حضرتك فاهمه يعني ايه مقهور؟ مقهور على حياتي، على بكره اللي حلمت بيه معاها ومش هيكمل. انتوا راح منكم ماضي، انا عمري كله راح. ما تتقهرش قوي كده، بكره تنساها تتجوز غيرها وتعيش عمرك اللي انت خايف تتحرم منه. ممكن اعرف حضرتك شايفاني ازاي؟ انا بني ادم بحس، عندي مشاعر. اللي راحت دي تبقى مراتي حبيبتي. مشير الايام تنسيها لك يا ابني وتحب واحده تانيه، وعلى راي اللي قال الحي ابا من الميت. سلمى ما ماتتش يا عمي، سلمى عايشة جوايا ومعايا. لما بنام بحلم بيها، بسمع صوتها، بشم ريحتها. ربنا يصبرك ويصبرنا يا ابني. موت سلمى كانت أصعب حاجة ممكن أحس بيها. راحت وخدت معاها اللي كان بينبت في بطنها. حبيبتي بنتي، من ساعة اللي حصل ما بقاش في حاجة لا ليها لا طعم ولا لون ولا ريحة. تقدروا تقولوا بقيت عايش ميت. كفاية كفاية سامية كفاية. طب والله العظيم يا عمي بتمنى الموت. اللي انت بتقوله ده بعد الشر عليك. اسمع ساهر، انا مش عايزك تعمل زيي، انا زي اخوك كبير. ما تبقاش ضعيف، ما تسمحش القوة في الدنيا تحرمك من مراتك ده لو بتحبها. معاك حق يا حسام يا ابني. قوم يا ساهر، بوس راس مراتك واعتذر لها.
ضحك عليا يا شاهد. اوعى تسيب ايدها مرة تانية. وجودكم مع بعض نعمة. ما يقدرهاش ويعرف قيمتها غير اللي اتحرم منها. وانتي ما تزعليش جوزك. ربنا يخليكوا لبعض. ويرحمك يا سلام. فين حيلك؟ معقولة جاية تزور أبوكي وأنت لابسة أسود؟ أنت عايزة يروح فيها ولا إيه؟ أعمل إيه يا منير؟ أنا لسه جاية من عند إيمان وملحقتش أروح أغير هدومي، وبعدين الحاج تعبان ومش واخد بالي. طب أقفي معاه شوية عبال ما أوصل مشوار لغاية المحل أشقر عليه، ما أنت عارفين كل حاجة دلوقتي بقت فوق دماغي أنا، وبعد ما أخلص المحل هعدي على المحامي عشان أعمل إعلام وراسة. سبحان الله يا أخي في تصرفاتك، محل إيه ومحامي إيه دلوقتي؟ ده وقته؟ أما أنت عليك حركات أبو نسا. ومالك مستعجل قوي كده ليه؟ عشان نحفظ حقنا في ميراث المرحوم اخونا الله يرحمه. اخونا دلوقتي بقى اخونا والله يرحمه؟ مش ده عدوك اللدود؟ انا شايف يا محمد ده انسب وقت نعلن فيه خطوبتك على ريهام، خصوصا بعد الظروف ما اتغيرت للاحسن وربنا شفى حسام وتكريمكم انتوا الاثنين من سياده الوزير. بصراحه بقى يا محمد احنا كنا مقدرين قوي الظروف اللي بتمر بيها، عشان كده كنا مأجلين الخطوبه يا حبيبي، لكن دلوقتي بقى خلاص الوضع اتغير. يا ريت توافق بقى يا محمد عشان نفرح كلنا. طب ما انا برضو عاوز افرح. لكن لكن ايه يا محمد؟ انا قرار زي ده مش هينفع اخده لوحدي، لازم اخد راي ماما وحسام الاول. برافو يا محمد، انت كل يوم بتزيد غلاوتك في قلبي وبحترمك اكتر. خلاص يا محمد انا هسيبك تتشاور معاهم وترد عليا، واللي فيه الخير ربنا يقدمه. تمام سعادتك. عارف يا حسام، لما ابوك الله يرحمه مات انا حسيت بايه؟ بايه يا ماما؟ حسيت بخوف، حسيت ان ظهري مكشوف لاني ماليش راجل يحميني ولا يحمي ولادي. بس لما شفتك بتكبر قدامي وشفت تصرفاتك اللي اكبر من الولاد اللي في سنك قلبي اطمن، وحسيت ان انا ليا راجل وانك ابو ولادي. انت كنت قد المسؤوليه يا حبيبي، شلت عني هم كبير كبير قوي قوي. بتقولي الكلام ده ليه يا ماما؟ وانا لا سمح الله قصرت معاكوا في حاجه؟ لا يا حبيبي انت عمرك ما قصرت في حقنا في حاجه، بس كان في موضوع كده كنت عاوز اتكلم معاك فيه. اتفضلي تحت امر. هو طبعا الوقت مش مناسب يعني، بس ما بيلد حيله. في يا ماما خير قلقتين. هو الحقيقه انا سايب اخوك اتكلموا معاه في موضوع الخطوبه، ويعني عاوزين يفرحوا كده، بس هو محرج يتكلم معاك قوي ومش عاوز يقول لهم اي رد الا لما يعرف رايك ايه. رايح فين يا حسام؟ تلاقيش. ادخل. ازيك يا محمد؟ انا تمام الحمد لله، ازيك انت حسام؟ طمني عليك. والله يا محمد انا مش انا، زي ما اكون بقيت واحد تاني. كنتش اتخيل ابدا ان ممكن في يوم من الايام شده وتزول، وزي ما في ليل في نهار اكيد يا حسام، عمر الدنيا ما بتفضل على الحال ابدا. بس بقيت خايف يا محمد، بقيت خايف قوي بالذات من بكره. بخاف من بكره وبخاف من اللي جاي، عامل زي اللي ماشي في صحراء وتايه ومعهوش بوصله، كل خطوه بياخدها بيبعد اكتر عن الامان اللي كان جاي منه. ايمانك بالله هو اللي هينجيه، مش ده برضه كلامك يا حسام؟ ونعم بالله. بس كان نفسي افرح، كان نفسي افرح بحق سلمى من غير ما يبقى التمام معتز. كان نفسي يا محمد. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، اكيد ربنا له حكمه في اللي بيحصل ده. بالظبط كده، عشان كده انا جاي لك، جاي لك عشان نفسي افرح. تفرح؟ وما فيش حاجه هتخليني فرحان قد ان اشوفك مبسوط وسعيد. مش فاهم. انت هتصيح عليا لا؟ انت مش ناوي تخطب ولا تفضل مقضيها فاتحه كده؟ لا يا حسين، أخطب إيه؟ الوقت مش مناسب خالص دلوقتي. بالعكس،
ده هو عزه ووقته. على الاقل ينبك صوابنا وتخرجنا من جو الكآبة اللي احنا فيه ده. لا يا حسين، ما تجيش على نفسك عشان ده، انا نفسي مش عارف افرح من ساعه اللي حصل. عارف يا محمد احنا عاملين زي ايه؟ زي اللي حرارته عاليه، سخن مولع بيفرفر، وده علاجه ايه؟ صدمه. شيله زي ما هو هيلا بيلا كده وارميه في حمام تلج يفوق. حسام انت واعي لكلامك؟ واعي واعي، وعارف بقول لك ايه وبعدها لك تاني. مش هتفضل مقضيه فاتحه، تروح لاهل عروستك وتحدد ميعاد الخطوبه وتديهم رد بدل ما انت سايبهم كده، ما يصحش. لا يا حسام مش هينفع، مش هينفع. ده سلمى لسه. انا يمكن سلمى راحت مني، بس لسه عندي دم، عندي احساس، وانت اخويا اللي ما حلتش غيره. طول عمرك بتضحي عشان ده يا حسين، طول عمرك محسسني ان ابويا عايش ما ماتش. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش من تكبر. افرح يا افرح، هنزل افرح امي. ما هي اقوال؟ انا هقول لجنابك على كل حاجه يا بيه. قول. حسام بيه كان مونس مع الكبير يا سعاده البيه. ويطلع مين حسام بيه؟ ومين الكبير ده؟ حسام بيه الهلالي الضابط اللي قتل الكبير، والكبير يبقى المعلم منصور الله يرحمه. كان مونس معاه ازاي يعني؟ ما هو كان فيه شغل بيناتهم يا سعاده الباشا، وحسام بيه الهلالي كان بياخد نسبته في كل عمليه بيعملها للكبير على داير المليم يا سعاده البيه. كمل. وبعدين يا سعادة البيه، في يوم حسام بيه طمع وطلب من الكبير نسبة أكبر من اللي بيديها له يا سعادة البيه، راح الكبير رفض. حسام بيه خلي بيه يا سعادة البيه وكبس على الرجالة هما بيستلموا البضاعة، كل ده عشان يلوي دراع الكبير. وراح يا سعادة البيه قتل له جابر ولده الكبير، وسجن له دياب ولده الصغير. راح الكبير ما كتبش خبر وراح قتل مرات حسام بيه الهلالي. حسام بيه النار جدت في قلبه، راح قتل الكبير عشان ينتقم منيه يا سعادة البيت. وايه دليلك على الكلام اللي بتقوله ده؟ هو ولا مؤاخذة يا باشا، الحاجات دي عليها دليل. طب ده حسام بيه بعد كل عملية ما كانش بيبقي من حسابه للكبير الله يرحمه ولا مليم واحد. كمل وبعدين؟ هقول لك يا باشا، الكبير الله يرحمه كان راجل حجاني وبيخاف ربنا. ده حتى في اواخر ايامه بعت لحسام بيه في شقته اللي هي بتاعت مساكن الضباط دي صندوق مليان فلوس. يعني لو حضرتك كده دورت ودعبست ممكن تلاقيه. عندك اقوال تانية؟ انا قلت اللي خلص ذمتي قدامك يا باشا. We'll be right back.
ايه ده؟ انت لسه هنا؟ افتكرتك رحت الشغل. الشغل ده يا طنط للناس اللي عندهم امل في بكره، لكن انا شايله هم النهارده ومش عارفه هخرج منه ازاي. وشايله الهم ليه يا حبيبتي؟ ما انت نايمه في حضن جوزك واخوك بسم الله ما شاء الله عايزه الجن. حضرتك شايفه كده؟ ما هي دي الحقيقه. الهم ده اتوجد للي زيي. يا طنط انت من حقك تزعلي، لكن مش من حقك ان انت تعلقي ذنبها في رقبتي وفي رقبه اخويا حسام. انا عايشه بس عشان اخد بطر بنتي. تاخدي بطرها من مين؟ تاخدي بطرها من ناس ما لهمش ذنب في اللي حصل؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازره وزر اخرى. اخوك السبب في اللي حصل لبنتي. ده قضاء وقدر، وحسام نفسه كان هيروح فيها لولا ربنا ستر. يا طنط انتي انسانه مؤمنه، واعتبري ان ده اختبار ليكي ولينا كلنا. وبدل ما تفكري ان انتي تنتقمي لبنتك او تفرقي بيني وبين جوزي، اعتبرين انا بنتك اللي ربنا عوضك بيها عن سلمى الله يرحمها. مفيش حد في الدنيا دي ابدا زي سلمى بنتي. دي بنتي الوحيده اللي اتخطفت في عز شبابها. اتخطفت مننا كلنا مش منك لوحدك. سلمى كانت صاحبتي ومرات اخويا واخت جوزي، وكنت بعتبرها زي اختي بالظبط. لو بتعتبريها زي اختك بالظبط يبقى قطعي علاقتك باخوكي. ايه؟ قطع علاقتي بمين؟ حسام ده مش اخويا. حسام ده ابويا اللي رباني وجوزني وسلمني لجوزي اللي هو ابنك. ولو انت في مكاني عمرك ما كنت هتقدري تعملي كده ابدا. انت لا يمكن تكوني في مكاني ابدا. انت اللي خلفتي ولا ربيتي ولا كبرتي ولا بنتك ماتت في عز شبابها. فحضرتك بقى شايفه ان الله يريحك يا تقطعي علاقتي باهلي يتفرقي بيني وبين جوزي؟ هو ده العدل من وجهه نظري؟ ما الواضح ان حبك للانتقام نسكي انسانيتك في لحظه ضعفك. بطلي بقى كلام الانشا اللي انت عماله تقولهولي من الصبح ده. واضح خلاص انك اخترتي. اصل حضرتك بتخيريني بين اهلي وجوزي، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. فلقتيني بكلامك ده. انا جمعكم النهارده عشان نعرف راسنا من رجلين، واللي ليه حق ياخده. حق ايه يا ام حق؟ الارض يا نجيبه اللي ابوكي واخواتك حطوا يدهم عليها وما دفعوش ايجار على حد دلوك. ايوه ده مالنا ومال ابونا الله يرحم، ولا ممكن نفرط وفي واصل. ايوه ومالنا ومال جوزنا الله يرحم. بصراحه حكمه بتتكلم صح. الهي يبارك لك يا حكمه، والله من غيرك ما كناش عارفين هنعملوا ايه. واه 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 واه، انتوا هتعوموا على عمها ولا ايه؟ وما يعوموش على عم ليه؟ وانا بتكلم غلط ولا بتكلم غلط يا اختي؟ ومالك كده نفشه ريشك وعامله فيها ليمونه في بلد قرفانه؟ عشان بتكلم في الحج، واللي ليه حج عينه غليظه. توحدوا له يا جماعه، ما يصحش كده، ده احنا اهلي برضه. اسكت انت يا دكتور البهاي، مالكش صالح بحديث الحريم. اديني سكتها، انتوا حرين. حسك عالي ولسك بتتكلمي. وما يعلاش ليه؟ وانت احسن مني ولا احسن مني؟ أنا هنيه من بيتك كبير وعصبي بطاش زيه، يعني من النهارده الكلمة لازم أن تكون كلمتي، والزمن اللي فات ولا ومات. عندك حق، لكن من السعادة كلنا ولاد تسعة. الله ينور عليك يا حكمة. شديد اكتمنت اتكتمت. ها وعشان كده لو أبوكي وإخواتك ما دفعوش الإيجار هيشوفوا مني اللي عمرهم ما شافوه. هتعملي إيه يا حكمة؟ هخلي عم يصدق بيه يشوف شغله معاكم ويمشيكم على عجين ما تخربطهوش. ده كده احلوت قوي. اقفل خشمك يا فرج، هو انت لازم تسمع لك كلمتين زي اللي جابلك؟ حاضر يا ست وداد، هقفل خشم اهو. ده انتوا اللي داخل بناتكم مفقود. بص يا حكمت، اعلى ما في خيلك اركبيه، وان كان في مركب الجلع حليه، وبجي وريني هتعمل ايه. اللي بيقول هعمل ما بيعملش. بكره تشوف اللي قدامك دي هتعمل ايه. ماشي، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. صح، والشاطر اللي يضحك في الاخر. وانا ها وانت ها. الف مبروك يا حبايبي، عقبال الفرح بقى ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. ان شاء الله.
وقت الفرح باذن الله هتكون الظروف اتحسنت، هنعملهم حفله كبيره قوي ونفرح عرايسنا ان شاء الله يا مدام علي. مبروك يا محمد، مبروك يا ريهام. وصيتي ليكي بقى انك تخلي بالك منه عشان ده زبق والعبان. زبق والعبان؟ ايه الكلام اللي اتلغى ده؟ ده بدل ما تقولي خلي بالك منه. ولا ايه يا حسام؟ مبروك يا محمد، عشت وشفتك عريس. الله يبارك فيك، انا متشكر قوي يا حسام. زمان كنت بطولك، دلوقتي ما بقتش لوحدك يا حماد، معاك امانه. حافظ على مراتك. يا سمنير، انا اخويا رحت قلت عدولي وما سالتش فيا حتى لو بقالو. ازيك يا شعبان؟ شعبان شعبان كده حاف من غير معلم. يا عم اشفط بطنك وعدي، مفيش بين المعلمين حساب. على رايك ما احنا من بكره هنبقى زي الاخوات وشركه. لا 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 لا، انسى انسى موضوع الشراكه ده خالص. ليه؟ مش فاهم. اصله بيني وبينك كده افتكرت مثل حلو قوي، مثل شعبي جميل، بقول لك قطه ملك ولا جمل شرك، وانا بيني وبينك اخترت القطه، لا شريك ولا فريك. فريك ايه؟ ولا لا مؤاخذه يعني جايب لك وزه بقول لك عشيها؟ ما تفهمني يا عم الحاج، انا قلقان، كلامك ده قلقني، عايز اعرف مؤاخذه يعني راسي من رجليا. اصله اخويا معتز تعيش انت، ابويا تعب وديناه المستشفى، وقريب قوي احتمال احلف برحمته يعني. وبيني وبينك بقى ساعتها ابقى انا صاحب المال، هتصرف فيه زي ما انا عاوز. فهمت؟ يا شاهين ده انا مش فاهمه انت جايه تباتي عندنا ليه وسايبه بيت جوزك؟ قصدك بيت اهله يا ماما. اهله هم اهل جارينتي. عندك حق يا حسام، بس انا مش فاهمه بقى امتى هنروح بيتنا ونرجع نعيش لوحدنا تاني. يا بنتي واحده واحده، وبعدين اللي ماتت دي مش قطه، دي اخته الوحيده. باين لازم يبقى مع اهله في الظروف اللي زي دي. طيب يا ماما، اهو مسافر اسيوط عنده قضيه وهيغيب فيها 3 ايام، سيبيني بقى اقعد معاك اونسك شويه بدل ما اخواتي طول الوقت سايبينك لوحدك. والله عندك حق يا بنتي، الا محمد ده ما بيحبش قعده البيت ابدا، ده خلص القعده من هنا وخد عروسته وجري يسهر بيها بره. سيبيهم ينبسطوا يا ماما شويه. معاك حق يا شاهين، سيبيهم ينبسطوا يا ماما شويه. ربنا يبسطهم يا رب. امين يا رب. سيادة المقدم حسام. ايه يا باشا، انا المقدم حسام. اتفضل معانا. اتفضل معاكم. على فين يا باشا؟ عندي امر بتفتيش شقتك. شقتي تتفتش ليه يا باشا؟ يا فندم شقتك اللي في مساكن الضباط. يا باشا حضرتك متاكد؟ اكيد في حاجه غلط في سوء تفاهم، اختار مش مظبوط. لا مفيش حاجه غلط حضرتك، لما نفتش هتعرف. وعموما احنا معانا اذن من النيابه. انا اسف يا فندم مره ثانيه، ويا ريت ما نضيعش وقت بعض. يا فندم اكيد في حاجه غلط. استنى شند، مع اذن النيابه فعلا. المهم يا دكتور خلاص، هو مفيش حاجه. طب حسام عايزها؟ في حاجه غلط اكيد، هعرف فيه واجي على طول، ما تقلقوش. يلا ماشي يا باشا، تحت امرك، توكل على الله. اتفضل. يلا ما تفرجوش علينا الشارع، يلا خلي بالك من نفسك، خد امك وادخلي. يلا اتفضل يا باشا، امشي قدام. اتفضل يا بيه، البيت كله قدامك، حضرتك تقدر تفتشه ملي ملي يا باشا. اتفضل. كسروا في البيت كمان، كسروا في البيت. هاجي اساعدكم يا باشا، مش قصور شغل دي يعني. الصندوق ده بتاع احسن بيه. بتاعي.
كنت جايبه ايام الله يرحمها، حته من جهازي. اي نعم يعني مش غاليه بس اهو. والفلوس اللي جواها دي؟ الفلوس دي انا ما اعرفش عنها حاجه. مش حسام بيه، احنا اسفين، مضطر اقبض عليك. ومعتز اخوك فين يا منيره؟ ده وحشني قوي. اصله في مأمورية يا حاج، واول ما يخلصها هيجي لك على البيت على طول. ما انت عارف يا حاج ان وقته مش ملكه. والله يا حاج معتز ده صعبان عليا قوي قوي. ربنا يعينه ويديله على قد نيته. ناولين العصايه عشان اخش الحمام قبل ما نروح. اتفضل يا حاج. يا قوي اساعدك يا حاج. لا خليك يا حبيبي. ما انا عارف اقول لمعتز مات ازاي. ومين سمعك يا حبيبي؟ والله ده انا قلبي بيتقطع عشان الحاج. لا بقول لكم ايه بقى، ولا قلبك اتقطع ولا حاجه، سيبوا لنا الطلعه دي ومحدش له دعوه، انا اجيبها له وش كده سلكاوي. ولا طلعه ولا نازله، تعرف تتكتم وتخرس خالص. جرايه منيره، ايه اللي اتكتم ده؟ بعدين ده انا بهدي نفوس. اوعى حد يقول له المعتز مات. لو ده لو شاف الخبر هيطب مننا. اوعى ساكت. طب تفسر بايه وجود صندوق الفلوس اللي لقيناه في شقتك؟ قلت المعاليك 100 مره ما اعرفش عنه حاجه. امال دخل شقتك ازاي؟ نقول تاني، سعادتك الصندوق بتاعي ملكي، اللي جوه الصندوق انا ما اعرفش عنه حاجه. يعني بالبلدي كده سعادتك حد حط الفلوس دي جوه الصندوق؟ بس المعمل الجنائي اثبت بالمعاينه ان مفيش اي كسر في كالون الباب، ونوافذ الشقه كلها سليمه. يعني اللي دخل دخل بالمفتاح. معاليك احنا بشر بني ادمين وجل من لا يسوى، ممكن اكون نسيت باب مفتوح، شباك مردود، واللي دخل دخل منه يا فندم. ده وارد برضه، بس المعمل الجنائي اثبت عدم وجود اي بصمات لاشخاص مجهوله داخل شقتك. يا باشا احنا رجال قانون وانا رجل شرطه، يعني بالوايم كده اللي هيدخل يعمل عامله زي دي لا هيسيب بصمات وراه يا اما هيلبس جوانتي. انا عملي كرئيس نيابه مبني على البراهين والاثباتات مش بالوايم يا سياده المقدم. بقول لك ايه؟ ما تعترف. يا باشا ما يصحش كده يا فندم، ما يصحش كده. والله العظيم ما اعرف حاجه عن الفلوس دي. ثبت بالمعاينه وجود مبلغ 250 الف جنيه جوه الصندوق، واقرار الذمه الماليه اللي انت قدمته خالي من المبلغ ده، وده معناه ان في شبهه تواطؤ بينك وبين مجموعه المهربين. يا فندم مجرم، مجرم انا قابض عليه قبل كده 100 مره، طبيعي انه يعمل كده يا باشا. وبعدين يا فندم انا ليا اسم في الداخليه، حضرتك تقدر تسال زمايلي عني وتشوف ملفي، يقول لك مين حسام الهلالي. بقول لك ايه؟ اهدى بقى كده وقول لي ايه مصدر المعلومات اللي كنت بتبلغ بيها الاداره بتاعتك عن مجموعه المهربين دول؟ كنت زارع وسطهم واحد سعادتك، يعني بالبلدي كده مرشد بيجيب لي اخبارهم اول باول. اسمه ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اسمه طاهر المشطي يا باشا. بس من فضل معليك لو هتستدعيه تستدعيه في سريه تامه. ليه؟ علشان لو عرفوا هناك البطاطش هيذبحوه وهيغيروا سيستم شغلهم كله، ونرجع من تاني بقى حوريني يا كيكه والسلاح يملى البلد. وهو كذلك. هل لديك اقوال اخرى؟ لا يا فندم، سعادتك لديك اوامر تانيه. امرنا نحن هشام رشوار رئيس النيابة استدعاء السيد طاهر المسطيهي المشار إليه في المحضر لسماع شهادته في سرية تامة، كما أمرنا بحبس المتهم حسام نجيب الهلالي 4 أيام على ذمة التحقيق، وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه. اتفضل سعادتك امضي على المحضر. يا بنتي ما أنا مقدرش أسيبك لوحدك، أنت وبنتك في الظروف دي. البنت بتبقى عليها عين والأرملة عليها ألف عين تراقبها، يعني لازم أقعد معاكي، وفي نفس الوقت ما أقدرش أسيب أخوكي مع الحرباية اللي اتجوزها دي وجابها لنا. والله ما أنا عارفة أعمل إيه. عارفة يا إيمان، أسلم حل إن إحنا نقعد كلنا مع بعض. يا ماما هو أنا ناقصة أعرف أكتر من اللي أنا فيه ده؟ يا رب خدني وخلصني. شر عليكي، ما تقوليش كده، وحدي الله. إلهي سيدنا محمد رسول الله ارحمك يا معتز ويجعل مسلك الجنة.
شدي حيلك أمان. قلبي عندك يا حبيبتي، ده أنا قلبي بيتقطع عشانك. أقولك نصيحة، تاخدي بنتك في إيديكي وتطبي على بيت حماكي وتقعدي على قلبه هناك، ما تطلعيش من البيت إلا لما تاخدي حقك وحق بنتك تالت ومتلت. وفري نصيحتك لنفسك يا لولا. حق عليا أنا اللي عايزة مصلحتك. خليكي في حالك أنتي اللي فيها مكفيها. اسكتي دلوقتي يا لولا. أديني سكت يا عمر، على رأي المثل خير ان تعمل شر ان تلقى. علاقتك بالمقدم حسام نجيب الهلالي؟ علاقتي بيه زي الفل. زي الفل؟ وضح كلامك، يعني ايه زي الفل؟ يعني مفيش اي حاجة الا كل خير. المقدم حسام قال في اقواله ان هو اللي زرع الكعاميل وسط مجموعة المهربين، وانت اللي بتبلغوا اخبارهم اول باول، الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط مظبوط، هو اللي زرعني. حسام بيه جابني من البوفيه بتاع ادارة المباحث، ماني اصلي كنت متطوع هناك بعد الجهاديه، وعلى راي المثل يا باشي ان فتك الميري اتمرغ في ترابه. وبعدين انت تحكي لي قصه حياتك؟ ماني جاي لك في الكلام يا باشي. حسام بيه استنقاني من وسط ناس يامي عشان يجندني، زي عامله رأفت الهجان كده، وعمل لي تاريخ اجرامي على قدي وبالمستندات. قال ايه؟ اني فلاح من كفر الشيخ، مع اني اني اصلي من كفر الورش بين القناطر اليوبي. وبعدين؟ وبعديه راح راميني في السجن مع فؤاد. فؤاد مين؟ فؤاد يا باشي، يا سلام، فؤاد ده كان اهم واحد من رجاله البطاش، واني كانت كل مهمتي اني اخليه يثق فيي ويشغلني عند البطاطشه. وبعديها جاله المرض البطال اللهم احفظنا ومات. يعني حسام ما كانش له علاقه مباشره مع منصور البطاش او حد من ولاده؟ كدب خيبه يا باشي. قول. اني ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ انت مش شغال عندهم؟ طب انا هقول لك ايه؟ ما هو اصل حسام بيه يعني هو اللي نقاني عشان اقوم بالمهمه دي، من بعد ما كنت عامل بوفيه بقيت قيمه، يعني من الاخر جمايله مغرقاني. يعني ايه؟ عايز تقول ايه؟ وضح كلامك. يا سعادة الباشي العين ما تعلاش على الحاجة، أنا كل مهمتي هناك إني أراقب اللي بيحصل وأقوله لحسام بيه، لكن لا أقدر أسأله ولا أراقبه. أنت بالك قد إيه شغال عند البطاطش؟ بقالي سنتين، وكل مرة كنت أنزل فيها مصر كنت أجيب لحسام بيه كل الطلبات اللي بيطلبها مني. طلبات زي إيه؟ يعني زي ما تقول كده، شوية كركديه، على شوية فول سوداني، على شوية فسيخ، وطبعا هو كان بياخد الحاجات دي وما بيدفعش فلوسها كالعادة، وأنا أقعد معاه يسألني سؤالين أجاوبه باللي في النصيب. طب من عشرتك لمنصور تعرف عنه إنه ممكن يجند ناس في الداخلية لحسابه؟ إيه؟ ده كلام برضك يا باشي، يعني هو لو هيجند ناس في الداخلية أنا هعرف؟ ده أنا هناك ماليش لازمة، ده أنا هناك خدام، خدام يا سعادة الباشي، والكبير لا يمكن يقول حاجة زي دي قدامي. هل لديك أقوال أخرى؟ لا يا باشي. طيب وقع هنا. يعني لازما يعني حكاية توقع دي؟ طبعا، مش هي دي أقوالك؟ أيوة أقوالي، بس يعني حياة أبوك يا شيخ، وحياة نور عينيك، وحياة الغالي عندك، اللي أنا قلته ده يفضل سر بيني وبينك، لأن ده ممكن يروح فيها رقبتي. اطمن. الله يطمنك. الله يطمنك يا أمير يا ابن الأمرة يا سكر. أدينا يا حاج جمعتهم زي ما أنت عاوز. خير يا حاج، عاوز تقول إيه؟ بقالي فترة كبيرة ما شفتش معتز ولا كلمني حتى في التليفون. هو إيه الحكاية؟ ما أنا قلت لك يا حاج إن هو في مأمورية. بالظبط كده، وأول ما هيخلص هيجيلك على طول. ايوه يا حاج، هو دلوقتي معتز يعني وقته مش ملكه خالص دلوقتي يعني. انا حاسس انكم مخبيين عني حاجه. لا والله ابدا يا حاج، ما بنكذب، احنا بنقول الصراحه. قلبي متوحش عليه، انا هكلمه على الموبايل بتاعه، عايز اسمع صوته واطمن عليه. ايوه صح كده يا حاج، كلمه كلمه يا حاج كلمه. يكلم مين يا شلبي؟
الموبايل بتاعه يا حاج مقفول عشان المأمورية سرية. انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ أنا عايز أعرف ابني جراله إيه؟ أنت عاوز الصراحة يا حاج؟ أيوة الصراحة، اتكلم يا منير. الصراحة بقى يا حاج، الله يكون في عونك. ما تسكت أنت يا شلل، إحنا فين ولا فين؟ والله جراية عفيفة، أنا ليها منك ولا من منيرة؟ وبعدين ده أنا جاي أهدي النفوس. يا جماعة خلاص، صعبان عليا، أنا مش قادر أسكت أكتر من كده. أنا لازم أقول الصراحة. قول الصراحة، اتكلم. معتز أخويا ماله؟ مات يا باشا. انا عندي شهاده مهمه ومصر ان انا اقولها علشان اخلص ضميري قدام ربنا. اتفضل قول. انا شفت المقدم حسام وهو بياخد شنطه من اثنين رجاله قبل العمليه وكان انت متاكد؟ انا ساعتها ما كنتش مهتم بالموضوع وما خدتش بالي ان الرجاله دي تبع منصور، بس بعد الاتهامات اللي اتوجهت له اتاكدت شكوكي، عشان كده جيت اخلص ضميري قدام ربنا. انت عارف ان اللي انت بتقوله ده في دليل إدانة واضح للمقدم حسام؟ يا باشا هي دي الحقيقة، والمقدم حسام غلط ولا غلط لازم يتعاقب. أمرنا نحن رئيس نيابة شرق القاهرة تجديد حبس المتهم حسام نجيب الهلالي 15 يوم على ذمة التحقيق على أن يراعى له التجديد في الميعاد. جاهل يا ست المقدم، زي ما بيقولوا حدانا في الصعيد، اولا الرقصة حنجلي والنسر اللي معلقوا على كتافك حخلينهاش بقلبك ناش، وقول لك تار منصور الكبير وما راحش. والله العظيم يا محمد ما اعرف حاجة عن الفلوس دي. انت تصدق ان اخوك يعمل كده؟ طبعا لا، ده التحليف لنا يا حسام. تلاش ان شاء الله ربنا هيقف جنبك ويظهر براءتك. مين عامله فيك الواد حامد؟ عارف عارف، ومش مستغرب ان هو خسيس، بس يبقى خسيس لدرجه انه ضاع مستقبلي ليه؟ ليه انا وراه لحد ما يعترف انه شهيد زور؟ مش هعترف، مش هعترف. وما تتعبش نفسك، ده ما صدق يصطاد في الماء العكر عشان يوسخ سمعتي، فاكر انه كده هيركب في الاداره. اقسم بالله ما هنيه على ساعه واحده فيها. انا عايز اعمل توكيل لساهر عشان يدافع عني. احنا طلبنا من ساهر انه يمسك القضيه ورافض. ساهر اتغير قوي معانا احسن من ساعه ما اتقبض عليك. انا كمان بقول ما شفتوش يعني في تحقيقات النيابه. ما تشيلش هم يا حسام، انا جبت لك اسماء وعناوين اكبر محامين في البلد، اختار اللي يعجبك عشان تعمله توكيل. خلاص اخترت. مين يا حسام؟ انت يا شاهد. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش هلاقي حد قلبه عليا زيك. بس انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليه كبيره زي دي، انا لسه محاميه صغيره. الموضوع مش محتاج محامي كبير، الموضوع محتاج حد بيحبني وقلبه عليا وواثق ومؤمن ببراءتي. انا مش عارفه اقول لك ايه. قدها وقدود يا استاذه. جراية امي ما تقلقيش. على عيني يا ابني اشوفك في الوضع ده. ما تقلقيش يا ام، انت بس ادعي لي، ادعي لي وربنا كبير. ان شاء الله خير يا ابني، ان شاء الله خير. يا رب يا ماما. مالك يا سيدي الناس سرحان في ايه؟ ده انت المفروض تفرح فرحه كبيره النهارده. قصدك عشان ود الهلال ايه؟ طار عنده حق يا سيد، الفرحه بقالها زمان ما صارتناش. معاكم حق، لو ما فرحناش النهارده هنفرحوا ميتي. طب ايه رايك نحتفل ونجيب تورتايه كبيره؟ تورتايه؟ والله وعرفت تقول تورتايه يا ابن بتع الكتعه. لا عجل، ولا اقول لكم ثلاث عجول نذبحوهم ونفرقوا لحمهم على الغلابه ونرمي دمهم لقروش البحر ونوعدوهم ان المره الجايه مش حيجتمعوا على دم عجل، دول حيجتمعوا على دم ود الهلالي. ايوه يا سيدياب، بس ثلاث عجول كتير وعجل واحد برضه كتير.
أنا رأيي نرجع لفكرة وهدان ونجيب طرطاية بس تكون صغيرة. لا أنا قلت تلات عجول يعني تلات عجول. ايوه يا سيدي ياب، بس ده احنا بنقول يا حيطة دارينا، وهنلاقي فين حيطة دارينا في الهو اللي احنا فيه ده؟ بتقول ايه انت وهو؟ انا ما فاهمش حاجة. انطقوا. ما فيش اخرس اخرس يا وهدان، انا قلت لك 100 مرة ما تقولوش ان ما فيش فلوس. ما فيش فلوس؟ هي حكمة ما بعتش معاك فلوس يا طاهر؟ منين يا سيدي الناس؟ ما خلاص الترعة جفت وبانت ضفادعها، والست حكمة ما بقاش حيلتها حاجة من ساعة ما الكبير مات الله يرحمه. ومين اللي كان يصرف عليا المدة دي كلها؟ انطقوا! اللي بيصرف اخرس يا وهدان. ايه هو أني فيه فرق بيني وبين سيد ياب؟ ده أني لحم كتافي من خيره. ايه الكلام ده يا وهدان؟ اتفضل احكي احكي وارغي. دي الحقيقة يا سيد، طاهر هو اللي بيصرف علينا بقاله فترة، بس ما كناش عايزين نقوله لك. حملوني الوحدة دلوقتي اتقلبوا. دايما كاسر فرحة ابنك، مفيش فوله بتتبل في بقك قدام. بتتبلوا على حسين يا ضلالي؟ يا ابن الكلب احترم نفسك واعرف انت بتتكلم مع مين. كل واحد محترم مش واحد ضلالي وابن 60 كلب. ليه؟ هو اللي يقول الحق في الزمن ده يبقى ضلالي؟ ولا انت واخوك فاكرينها سبهلله وعايزين تقوموا على وش الفته؟ هموتك يا حامد هموتك. محمد ايه اللي بتعمله ده؟ انت اتجننت؟ ده واحد كذاب يا فندم. يا باشا انا متمسك بحقي وعايز احول له التحقيق. راعي ظروفه يا اخي، انت شهدت على اخوه ودخلته السجن. يا باشا هو انا اتبليت عليه يا باشا؟ مش هو اللي كان مظبط معاهم ومقرطعنا كلنا؟ بقول لسيادتك انا شايفه بعيني دي وهو بياخد الشنطه من منصور قبل العمليه. حسام الهلالي اشرف ضابط المديريه هنا، وانت عارف كده كويس يا حامد. دي الصوره اللي كان راسمها لينا يا باشا، انما في الحقيقه انه فاشل وما عندوش ولا ذمه ولا ضمير. انت اللي فاشل وابن كلب. ثابت صراف صراف. حسام اخويا لا يمكن يعمل كده، انا متاكده انه بريء. طبعا من يشهد للعريس. قصدك يا طنط؟ قصدي انت عارفه كويس قوي. وحضرتك لسه بتشكي في حسام لحد دلوقتي؟ انا كنت الاول بشك، بس بعد ما قبضوا عليه اتاكدت. اتاكدت من ايه بقى؟ اتاكدت يا حبيبتي ان العصابه زادت واحد باخوكي، ولما غدر بيهم حبوا ينتقموا منه في بنتي وقتلوها. اصمت، مش معقول الكلام اللي انت بتقوليه ده. انت تخرس خالص. حاضر حاضر. سكت لي يا ساهر، ما تتكلم. تتكلم هو ليه؟ انت مش سامع مامتك بتقول لي ايه؟ بصراحه ماما عندها حق، ولو انت مكانها هتقولي اكتر من كده. عندها حق؟ ده بدل ما تصبرني على المحنه اللي انا فيها. واحنا مين يا حبيبتي اللي صبرنا؟ ها انا بنتي ماتت في عز شبابها وبسبب اخوكي. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا بنتي عشان خاطري. اخر حاجه كنت اتوقعها انك تتخلى عني وانا في عز محنتي، لكن ربنا كبير وبكرة يظهر براءة حسام وتعرفوا انكم ظلمتوه. ايه قابليني يا حبيبتي؟ انا مش هرد عليكي، عشان لو رديت عليكي هغلط فيكي. سامع؟ سامع مراتك بتقول ايه؟ مش هندة، اتكلمي مع ماما باسلوب كويس. اسلوب ايه؟ ما انت شايفها من الصبح نازلة تريقة وتجريح وشماتة فيا انا واهلي، وانا صابرة وعمالة امسك في اعصابي انما لحد كده وكفاية. كفاية يعني ايه؟ هتعملي ايه يعني؟ هروح بيت اهلي، ولما جوزي يقدر يحفظ كرامة مراته وأهلها يبقى يجي ويرجعني. الباب يفوت جمل في 60 داهية. استغفر الله العظيم يا رب، أنا مش عارفة ألاقيها منين ولا منين، من حكاية حسام واللي جراله ولا حكايتك أنت كمان يا شهندة. معلش يا ماما، ما أنا كمان غصب عني. آخر حاجة كنت أتخيلها أن ساهر يقدر يعمل معايا كده. معذور يا بنتي، اللي ماتت دي أخته لازم يحزن عليها. وانا واخويا ذنبنا ايه؟ منها لله بقى امه هي السبب في كل اللي بيجرى لنا ده. ست مجنونه كده وخيالها مريض. معلش يا بنتي معلش معلش، نعذرها برضو دي ام. ربنا يكفينا شر حرقه القلب على الضنا يا رب. والله العظيم يا ماما ما حد قلبه محروق الا انا. بقى ساهر اللي انا حبيته واخترته من وسط الدنيا دي كلها عشان اكمل معاه حياتي، يقدر يعمل فيا انا كده؟
ايه يا حبيبتي؟ ان شاء الله هيعرف الحقيقه وهيرجع لك تاني وهو اللي هيعتذر. يا بنتي انتوا مالكوش غير بعض. ما انا يا ماما كنت متخيله كده زيك بالظبط، لكن مع اول صدمه في حياتنا علاقتنا بدات تنهار. يا رب التوف بينا يا رب، ورجع لي حسام بالسلامه من الازمه اللي هو فيها يا رب. ايه شاهين، انت مالك؟ في ايه؟ نفسي يا ماما غمت عليا فجاه ودايخه قوي. معلش يا حبيبتي يمكن عندك شويه برد، او بعمل لك حاجه سخنه. مش برد يا ماما، مش برد. امال ايه؟ انا حامل. ما تزعلش نفسك يا محمد، ان شاء الله شده وتزول. طب وايه الحل حضرتك؟ مفيش قدامنا غير اننا نستنى ونشوف القضيه هتوصلنا لايه. والله يا ابني انا متاكده ان حسام بريء، وان شاء الله ربنا هيظهر براءته. ان شاء الله يا محمد، بس انت سيبها على الله، ما تضايقش نفسك خالص. ان شاء الله. هو حضرتك ما تعرفش تعمل حاجه تساعد بيها حسام في الموضوع ده؟ انت عارف يا محمد انا مركزي حساس قد ايه، والداخليه طول عمرها في القضايا اللي زي دي بتقف على الحياد، والقضاء مبني على البراهين والاثباتات وبيحكم بالاوراق اللي قدامه، وانا لو بايدي اقدر اعمل اي حاجه مش هتاخر طبعا. مفهوم مفهوم، ربنا يقدم اللي فيه الخير. معتز صحيح كان صغير بس كان كبير باخلاقه وطيبه قلبه. قالت انا اللي مت وهو اللي عاش. معلش شر عليك يا حاج، ما تقولش كده من فضلك. وفي شر اكتر من اللي انا عايش فيه. عايش ازاي من غير ما اشوفه ولا اسمع صوته؟ ربنا يصبرك ويصبرنا يا حاج. تعالي يا ملك، تعالي يا ملك يا حبيبتي. من النهارده انتوا في كفالتي، وتروحي تجيبي شنطتك وتيجوا تعيشوا معايا. متشكرين يا حاج، بس مش هينفع. وايه ده اللي مش هينفع؟ ملك دي بنت ابني، يعني حفيدتي، يعني لازم تتربى في حضن جدها، اتدفى بيها وتتدفى بيا. انا ما اسمحش ابدا انكم تعيشوا لوحدكم. بس يا حاج احنا مش عايشين لوحدنا، ما تخافش، احنا عايشين مع مامتي واخويا، ما ينفعش اسيبهم لوحدهم. وبعدين اي وقت حضرتك عايز ملقك هجيبها لك. على عينيا، على عينيا انكم تعيشوا بعيد عني. ربنا يخليك لينا يا حاج، بس صدقني كده احسن برضه، عشان منير ومراته يبقوا قاعدين براحتهم في البيت بدل ما نبقى قاعدين فوق بعض. براحتك يا بنتي يا حبيبتي، بس لازم تعرفي إن البيت هنا بيتكم وبابه مفتوح لكم باستمرار. ما نتحرمش منك يا حاج. خدي يا حبيبتي. إيه ده يا حاج؟ ده مبلغ تعيشوا منه، وليكي كل أول شهر مبلغ زيه. لا متشكرة يا حاج، ربنا يخليك. هو إيه ده اللي متشكرة؟ ده حقك وحق بنتك. واوعي اوعي ترفضي فلوس اديها لك، مش كفايه اتحرمتي منه، كمان عايزه تحرميني انها تكفي ببنته. لا والنبي يا حاج، والنبي ما تزعل نفسك، متشكر يا حاج. واي حاجه تعوزوها انا تحت امركم. ولا ولا عايزاني لما اروح، لما اروح اقابل معتزه لا يزعل مني. لا يا حاجه ما تقولش كده، ما تقولش كده. وبناء على ما قد سلف، فاني اطالب سيادتكم ببراءه موكلي من التهم المنسوبه اليه. خلاص يا استاذه، خلصت مرافعتك؟ في كلمه اخيره بس تسمح سيادتك ان اقولها. اتفضلي. هي مش متعلقه بالقانون لكن مهمه. القانون دايما بيحكم بظاهر المستندات، لكن روح القانون دايما بتبحث عن العدالة فين ما كانت، حتى لو في أدلة وشهود. وكتير من القضايا كان فيها أدلة دامغة على الإدانة، لكن في الآخر استقر ضمير المحكمة على عكس ذلك. سيادة القاضي أنا بعترض، دي محاولة للتأثير على هيئة المحكمة الموقرة. الاعتراض مرفوض.
اتفضلي كملي يا استاذ. كل اللي عايزه اقوله سيادتك ان موكلي كان طول عمره حسن السير والسلوك، والكل بيشهد له بذلك. ده غير انه ضابط مسؤول عن تنفيذ القانون، وله كتير من الاعداء اللي بيتمنوا ان هم يلفقوا له قضيه عشان يخلصوا منه. فمش معقول ان احنا نساهم معاهم في ظلم ونشوه سمعته اللي عمرها ما تمست بسوء. لذا اطالب من هيئه المحكمه الموقره بالرأفة مع موكلي وتطبيق روح القانون وليس تطبيق القانون نفسه. وشكرا. الحكم بعد المداولة. محكمة! متقلقش يا حسن، إن شاء الله برا. خمسة. إن شاء الله. متقلقش. يا نجيبة، ده الدم عمره ما يبقى مية. قصدك إيه يا عاد؟ قصدها إنك تخفي علينا شوية أنت وأبوكي وأخواتك، لحسن إحنا خلاص هنطج. ما تطج ولا أعلى مفخلكم اركبوا. وليك ده بس يا بنت الناس؟ ده احنا مهما كان بنات عم ولا ممكن ناكله في بعضك. ده بدل ما توقفي في ظهرنا. وبعدين احنا بنطالب بحق ابونا واخواتنا في الارض، ما احناش طالبين منيكم حسنه. وانا ايه دخلني؟ روحوا لابويا وقولوا له. ما انت عارفه اننا بعتنا رجالتنا ورجعوا جفاهم يجمر عيش. رجالتكم؟ رجالتكم لا بتهش ولا بتنش، وانا ذنبي ايه هاد؟ وبعدها لك يا نجيبه اتحشمي. انا اقول اللي انا عاوزاه، واللي مش عاجبه هنا الباب يفوت جمل. يا موري انت بتطردينا من بيت ابونا؟ قلت لكم سيبكم مني. ما هو الخسيس لما يتحكم يفجر. اخرسي قطع لسانك. لسه برضه شرك فاير. بس مش عليا يا بنت علام. عليكي وعلى اللي اتشدد لك يا حكمت. وان ما عدلتيش حالك المايل ده هعدله. طب ما توريني كده يا بنت علام، ولا تحب اوريك يعني؟ واه، جبت منين جزوة القلب دي كلها يا نجيبة؟ هي ما تحت السواهي دواهي. الله يرحم لما كنت زي القطة انت واهلك كلهم. اخرسي قطع لسانك انت وهي، واللي هسمع لاحظ هقطعه. ربنا يريحني منيكم. وبعدين يا حكمة هنعملوا ايه في البلوى دي؟ بزيادة كده كلنا طفح وما بدهاش عاد. محكمة! يا حسام، المحكمة استعملت معاك الرأفة. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسام نجيب الهلالي بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وأمرت بمصادرة المبلغ المضبوط. ماشيين في نفس الاتجاه، حبة مناظر واحنا اضعف من الورق، وكل واحد فينا نفسه الاوياء. اهلا يا حامد، عاش من شافك. وحشني وحشني والله العظيم يا وهبه يا ابن خالتي. ابن خالتك؟ بقولك ايه، انا هنا سيادة العقيد ولا نسيت؟ اسف يا سيادة العقيد. خير بقى يا سيدي، ايه سبب الزيارة الكريمة؟ ده انت عمرك ما عملتها. الاستقبال الجميل ده هما سببين مش سبب واحد. قول يا سيدي السبب الاولاني. عايزك تتوسط لي عشان تنقلني من ادارة المكافحة، مش قادر. شوف لي اي ادارة خفيفة كده مريحة، انت عارفني مش بتاع بهدلة. طبعا عارفك، طول عمرك متدلع. والسبب التاني؟ السبب التاني ده بقى مهم قوي بالنسبة لي. في واحد هيشرف عندك، عايزك تتوصلي بيه على الاخر. اه، اشمعنى؟ اصله كان ظابط معانا في الادارة، وفجأة اتمسك بقضية رشوة. تخيل، قضية رشوة وظابط؟ الله يحرقه. أنا عارفك بقى ما بتحبش الغلط، تخيل الغلط ده يطلع من واحد ظابط. بدل ما يحاول يمنع الرشوة، اسمه إيه الواد ده؟ الواد ده اسمه حسام الهلالي. مش هوصيك، عايزك تتوصلي بيه على الآخر. دلوقتي لازم تعرفي أنت وبنتك دي أمانة في رقبتي. أنا عهدت ربنا إن أنتوا الاتنين تكونوا مسؤولين مني بعد وفاة أخويا معتز الله يرحمه ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه.
وعشان اعمل لكم اعلان وراثه واجري لكم في معاش ومستحقاته لازم تعملي لي توكيل. والله كتر الف خيرك، ربنا يكرمك يا رب. استني انت يا ماما من فضلك، وين مانع ان حضرتك تعمل لي التوكيل وانا اجري في الاجراءات؟ الراجل مش عايز يتعبك، انت اللي غاويه تتعبي نفسك وخلاص. وانا شايفه بقى انه عايز مصلحتك. والله كل واحد اضرب مصلحته. ها قلت ايه؟ ما انت علشان تجري في الاجراءات دي لازم لك توكيل مني ومن الحاج ومن منيره اختي. طب وايه المانع؟ ما انت عارفه ابويا تعبان ما يقدرش على الكلام ده دلوقتي، وانا كده كده يا بنت الناس معايا توكيل منه وهخلص لك المشوار ده سريع سريع. طب معلش اديني فرصه افكر. على الاقل من مهلك، على الاقل من مهلك يا مرات الغالي الله يرحمه. شفتها فينا قبل كده؟ سايق عليك النبي، حياة أبوك يا شيخ، سيبني في حالي، أنا فيا اللي مكفيه. بقول لك إيه؟ كلم معلمة عادل، كلم معلمة عادل يا استغفر. سيبك منه يا بوب، الجدع ده بصيته شرسة قوي. شمال؟ مش عارف شفته فين قبل كده، مش فاكر. تعالى نشوف الدبحتين اللي هناك دول. يلا روح. امرك يا معلم. قوم يا قوم يا اخي انت، قوم انت بتتفرجوا. اسمك ايه شلته منك ليه؟ بص يا دوجلاس، من غير شلته والكلام البلدي ده، انا اسمي عريان عريان الملط من اعيان اسكندريه، يعني اهدى كده على نفسك عشان نبقى حبايب. عريان عريان الملط، ده انت جاي جاهز يا جاهز ليه بالظبط؟ جاهز للشمطه يا حته. بص يا كبير، انا ابن سوق زيكم. تعرف سيد سواسي بتاع سجن الحضره؟ ومين ما يعرفش المعلم سواسي، مجرم مقصر من بتوع زمان. عليك نور. انا بقى وسيد سواسي عشنا اجمل ايام حياتنا في السجن الاحتياطي مع بعض، وياما عملنا مصالح على ناس. ماشي، عد انت عشان خاطر المعلم سواسي. ميرسي يا مومبي. رايح فين يا انا حضرتك زيه طبعا. المعلم معلم سوسيس. معلم سوسيس. سوسيس يا عيل يا سوسيس. في بس حضرتك ولا اللي معاه واسطه بس هو اللي بيعدي؟ اللي معاه الواسطه بس هو اللي بيعدي. عاجبك ولا مش عاجبك؟ في بس حضرتك ليه مستقصدني؟ انا عملت حضرتك حاجه؟ انت اسمك ايه يا حضرتك؟ انا اسمي ده بسكليت. مش عارف اسمك ولا ايه؟ انا اسمي حضرتك اسمي دولار. اخضر عمله صعبه يعني. طب اشعل. اشعل ايه حضرتك؟ اشعل سيجاره يا انا بشرب سجاير والله.
طب قلب نفسك وقت. يعني ايه قلب نفسي؟ يعني اللي في جيبك تطلعه. والله انا مش معايا حاجه، وانا داخلين يفتشونا وخدوا كل حاجه، معيش اي حاجه والله خالص. معكش اي حاجه؟ فتشنا حضرتك، معيش اي حاجه والله خالص. انا مصدقك والله مصدقك. ده من ذوق حضرتك ان حضرتك مصدقك. ربنا يكرمك. ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك. بتاعت عبيط ولا شكلك كده؟ ليه بس؟ هو قال لي مصدقني، وانا قلت له ده من ذوقك، وانا شتمت حضرتك. هو وشي في حاجه حضرتك؟ وشي انت بتتمنظر علينا بالنضاره دي ياض؟ لا حضرتك انا مش بتمنظر، بس دي نضاره نظر، انا نظر ضعيف شويه، فدي نضاره نظر. لازماني النضاره دي ازاي بس حضرتك كده؟ انا اكاد اكون مش شايف حضرتك اساسا. يعني مش مهم تشوف. في حاجه تانية حضرتك، هي مش لايقه على حضرتك خالص. انا مش قصدي حاجه والله، بس يعني فعلا هي مش لايقه على حضرتك. يعني الواد ده بيبقبق كتير قوي. انت بتبقبق كتير ليه يا بابا؟ مش اي حاجه خالص كده، مش اي حاجه نهايتي. كنت جاي انا وحضرتك متكلبشين مع بعض، ضربوني وخدوا مني النضاره. مش شايف اي حاجه، خدوا النضاره. مش شايف اي حاجه خالص. حضرتك ساكت ليه؟ يا ماما انا مش مرتاحه للراجل اسمه منير ده. ليه بس يا حبيبتي؟ كلامه ناعم قوي كده ومتستف، زي ما يكون ناوي على نيه. كل اللي بيفكر فيه هو التوكيل. طول ما معتز كان عايش ما كانش راضي يساعدنا، دلوقتي بقيت انا وبنتي اهم حاجه في حياته. يمكن يكون قلبه حن ده مهما كان عم البنت. يعني انت شايفه مديله التوكيل يا ماما؟ مش عارفه يا ايمان. اقولك حاجه يا ايمان، اتكلي على الله واكتبي له التوكيل. هو انت واقفه تتجسسي علينا؟ انا اقصى عليك يا ايمان، انا كنت رايحه المطبخ وسمعتكم بالصدفه. طب طالما انت رايحه المطبخ، ايه اللي حشرك بيني وبين امي؟ انا بس قلت يعني اقول لك رايي يمكن تاخدي بيه. يا ستي مش عايزين رايك، اتفضلي اتكلي على الله، روحي المطبخ بتاعك. ايه اتكلي على الله دي؟ هو انا كنت بشحت منك ولا بشحت منك؟ خلاص خلاص روحي امشي. اوكي عن اذنك. انا رايحه اعمل العشاء لجوزي، تحبوا تتعشوا معانا؟ شايف حرقة الدم؟ شايفه المناظر؟ إلهي يا رب تدخلي المطبخ ما تخرجي منه. وادي كمان 1000 جنيه على رأي المثل، خد متل يختل. إلهي يطمر فيك يا دياب، وتحس بالنار اللي قايده فيا لما الفلوس دي بتقل جنيه واحد، لما نشوف ايه اخرتها معاك. ناقص 1000. اني اسف. مالك يا ابو البنات؟ شايل طاجين ستك على دماغك؟ لا ابو البنات، ابو البنات، سيبيني في اللي اني فيه وخليكي في حالك. طب انا كنت عايزه فلوس عشان اشتري جلابيتين انا والبنات. قضوها بالحاجات اللي عندكم لحد ما ربنا يفرجها. يا راجل ما خير ربنا كتير، بحبحها علينا كده وفك كيسك. منين يا ولي؟ منين؟ ما خلاص الترعه جفت وبانت ضفادعها. ترعه ايه وضفادع ايه؟ انا عايزه فلوس. وانت ما بتفهميش يا ولي، انت بقول لك ما فيش، بح خلصت خلاص. يلا غوري يلا غوري، قد كل قرف من التنين. انت الظابط المرتشي اللي اسمه حسام الهلالي؟ انا يا باشا الظابط اللي اسمه حسام الهلالي، بس مش مرتشي. شكلك ملاوي وعايز تتشد. تشد ليه؟ انت سألت وانا جاوبت، ايه المطلوب؟ انا هنا امرك وانت تنفذ الاوامر، مفهوم؟ ينظف الحمامات 15 يوم ولو ما نطفتش وبهتت على وساختك هيبقى لي معاك كلام تاني، مفهوم؟ يا
عمال اقول شفته فين شفته فين. ده بقى الضابط بتاع الصعيد حسام الهلالي. مش فاهم حاجه يا ريس. احسن اهو دخل السجن وما خدش براءه زي ما كنتوا فاكرين. انا مش فاهم ازاي حسام يعمل كده. ده شيخ منصر يا استاذ، شيخ منصر اللي كنت بتدافع عنه وكان السبب في قتل بنتي، بنتي اللي ماتت من غير ذنب. انا حاسس زي ما اكون في كابوس ومش عارف اصحى منه. لا انت لازم تصحى منه يا دنايا، لازم عشان تاخد بطاروختك من اللي قتلها. انت بتقولي ايه؟ عايز يخش له السجن عشان يقتله؟ ما لو قتله هيدخل السجن ونفقده هو كمان. يبقى الاحسن بقى يطلق الست شاهين ده ونخلص من الناس دي خالص. يا ماما وشاهين ده ذنبها ايه بس؟ ذنبها انها اخته، وانا خلاص ما بقتش قادره اتعامل معاها، بقت عدوتي يا ناس. طب اهدي يا ماما اهدي عشان نعرف نفكر. مش ههدى مش ههدى الا لما تطلقها، فاهم ولا لا؟ واديني بقول لك يا انا هي في حياتك، سامع؟ عاجبك اللي بيحصل ده بابا؟ نصيحتي ليك يا ابني انك ما تسمعش كلام امك ومسير الايام تنسيها اللي بيحصل. مش هتنسى بابا، انا عارف ماما كويس، هتفضل تمرر في عيشتنا اكتر ما هي مره. خير يا باشا؟ ايه الموضوع المهم اللي ساعتك عاوزني فيه؟ شوف يا محمد، انت زي ابني وانا فخور بيك، وانا واثق ان هيبقى لك مستقبل كبير قوي في الداخليه وسط زمايلك. بس في موضوع مهم قوي لازم تعرفه. ايه هو الموضوع يا باشا؟ انا مضطر افسخ الخطوبه اللي بينك وبريهام. ليه يا باشا؟ هو حصل مني حاجه لا سمح الله؟ بصراحه لا. طب ايه الداعي لفسخ الخطوبه؟ انت عارف انا مركزي حساس قد ايه بصفتي مسؤول ليا اسمي وسمعتي في الداخليه، ودخول حسام اخوك السجن في قضيه مخله بالشرف ده شيء يؤثر عليا سلبا وسط زميلي ورؤسائي في العمل. طبعا ده شيء انا ارفضه بتاتا شكلا وموضوعا. انا فاهم وجهه نظر سعادتك، بس انا وريهام بنحب بعض ومتهيألي حاجه زي كده مش هتفرق معاها لانها هتتجوزني انا مش حسام. بس تفرق معايا انا لان انا ابوها واكتر واحد يعرف مصلحتها. طيب ممكن اتكلم معاها؟ انا اسف انت لا هتكلمها ولا هتقابلها، وارجوك تنساها خالص اذا كنت بتحبها او بتحب مصلحتها. يعني ده قرار سعادتك النهائي؟ للاسف اه، وارجوك تقدر موقفي. انا عايزك تعتبرني في مقام والدك، اذا احتجت اي حاجه من الداخليه انا تحت امرك في اي وقت. مفهوم، على اذن سعادتك. مع السلامه يا محمد. محمد ليه يا بابا عملت كده؟ بابي عمل كده عشان مصلحتك يا حبيبتي. طب تخيلي كده لو كنت اتجوزتيه وبقى عندك منه اولاد، عمهم كان هيبقى ايه؟ رد سجون. فوقي بقى يا ريهام. بس ده ما كانش رايك من الاول يا حبيبتي. الاول كان مجرد قضيه، لكن دلوقتي خلاص خد حكم وبقى مذنب. طب ومحمد ذنبه ايه؟ ذنبه ان اخوه بقى رد سجون. الجواز ده نسب، هو على راي المثل حاسب قبل ما تناسب. بسم الله ما شاء الله، بطنك بدات تبان يا شهنده. وايه المشكله يا ماما؟ يعني المشكله ان جوزك ساهر ما يعرفش لحد دلوقتي. ومش هقول له يا ماما. وده ينفع يا شهنده؟ في واحده في الدنيا تخبي على جوزها حاجه زي دي؟ ده حتى يبقى حرام. وهو مش حرام انه يرميني كل الفتره دي وما يسالش فيا؟ اسالي انت عليها. مش قادره يا ماما، كتر الجفا يعلم القاسيه. وذنبه ايه الغلبان اللي هيجي للدنيا دي وانتم متفرقين عن بعض؟ كل شيء اسمه ونصيب يا ماما، واكبر دليل ان انا وابوه اخترنا بعض عن حب، وفي الاخر طلعنا بنخدع بعض. مش عارفه اخر الحكايه دي ايه. مش عارفه. كفايه بقى يا ماما كفايه. مين يا ماما؟ Thank you.
ايه دي؟ ورقة طلاقك. هو ده اللي انت كنت عايزاني اروح لصالحه؟ هقطع اخر شعره بيني وبينه. استنى بقى هروح وهقول له الحقيقه. اوعي يا ماما تعملي كده، عشان لو عملتي كده مش هتشوفي وشي تاني. اوعي يا ماما ترخصيني عشان انا مش رخيصه. ليه كده يا ساحر؟ ليه؟ قلت لك الارض من غير ظهر ملهاش عازه يا بنت اخويا. ما هو عشان كده انا جيت اتحدث معاك يا عمي، عشان ما تكون لي ظهر وسند واعرف اخد حقي من علامه وولاده. بس كده غالي والطلب رخيص، لكن انا ايه مصلحتي من كده؟ اها، ما انت لو ساعدتني هساعدك عشان تعرف تاخد ارض منصور اللي انت حاطط عينك عليها. او ده تبقي حكمك بنت اخوي وخايف على مصلحتي. طب وانت كمان يا عمي هتخاف على مصلحتي وتبقى سندي ولا ايه؟ امال دي المصلحة واحدة يا حكمة، ما تخافيش. على عيني يا ابني، على عيني اللي حصل لك ده. مالك يا حسام؟ ساكت ليه؟ هتكلم اقول ايه؟ تقول اي حاجة تطمنا بيها عليك. عايزة تطمني عليها شهندة؟ مظلوم، مظلوم ومقهور، كل حاجة حلوة حلمت بيها اتبخرت فجأة، ماشي في نفق ضلمة ما فيهوش ولا سنة نور. معلش يا ابني اصبر اصبر، ده اختبار من الله. ويختبرني كده ليه يا ماما؟ يعاقبني كده ليه يا امي؟ اخد 3 سنين وبعدين النقض يترفض ومرمي بقالي اكتر من 6 شهور زي الكلب في السجن، وانا اصلا بريء، والله العلي العظيم بريء يا امي. حبيبي ده مش عقاب، ده اختبار من ربنا، اختبار منه علشان يشوف قوة إيمانك وصبرك على البلاء اللي ادهولك. ويا بتقليني ليه يا ماما؟ ليه؟ ده أنا على إيدك، ده أنا تربيت، ده أنا ابن بطنك يا ماما، طول عمري ماشي صح، عمري ما خالفت أوامره. ليه؟ ليه؟ قولش كده يا حسام، أكيد ربنا ليه حكمة في ده. إيه يا بقى؟ تعرفيها؟ تقدري تقوليها لي يا شاهين ده؟ إيه الحكمة إن مراتي واللي في بطنها يتذبحوا قدام عيني وما أعرفش أعمل حاجة؟ الحكمة بعد ما كان بيتضرب بيا المثل أدخل السجن بفضيحة، بفضيحة. يا ابني حبيبي أكبر دليل إن ربنا بيحبك إنه ابتلاك سبحانه وتعالى، ابتلى الأنبياء. أنا مش نبي، أنا مش نبي يا أمي، أنا عادي، أنا إنسان عادي، أقصى طموحي إني كنت أعيش عادي وأموت عادي، ما تبهدلش البهدلة دي. أنا آسف، أنا آسف إن أنا لما أخليكوا تفخروا بيا عريتكم وجرستكم في الدنيا كلها. آسف إني ما قدرتش أبقى ظاهر وسند ليكم. أنا آسف على إيه ولا إيه ولا إيه؟ ما تقولش آسف على أي حاجة يا حسين. اللي أنت فيه ده شدة وهتزول إن شاء الله. آه والله شدة وهتزول، وربنا إن شاء الله هيثبت براءتك وهيرد لك كرامتك. خد يا ابني، خد المصحف ده اقرأ فيه، والله هو اللي هيديك على كل حاجة. نعم بالله. ومحمد فين؟ ما جاش معاكوا ليه؟ محمد ما انت عارف شغله يا حسام، طول الوقت في مأمورياته ومش فاضي. وبلغوه انه وحشني نفسي اشوفه، خليه يجي يزورني، وانتوا ما تجوش هنا تاني خالص. ليه ليه يا حبيبي تقول كده ليه؟ يا ماما المكان ده مش مقامكم، لو قصدوا حاجه تبلغوها لمحمد يجي يزورني يبلغها لي ويقضي الغرض. وأسف مرة تانية يا شاهين، إني كنت السبب في طلاقك. مش أنت السبب يا حسام، هو السبب، لأنه مش عارف ياخد قرار لوحده وماشي ورا مامته طول الوقت. ما تشيلش هم يا حبيبي، إن شاء الله هيرجعوا لبعض، وخصوصا لما يعرف إنها حامل. ولسه ما يعرفش إنها حامل، خلاص على وش ولادي. قول لها يا ابني ما تشيلش هم يا حسام، خليك بس في الهموم اللي أنت فيها. لو ما سمعتيش كلامي تبقي بتزودي هم بهمك، وبعدين إنك تقولي سهل إنك حامل، إنكم ترجعوا لبعض. إن شاء الله يا حسين، إن شاء الله. يلا ماما خدي شاهد وامشي من هنا. يلا اسمعي كلامي ما توجعيش قلبي، يلا قوم، يلا يلا ماما، يلا يا مامي. حبيبي يا حبيبي.
امك يا شاهين. يلا امشي. خلي بالك من نفسك.